أحييكم مشاهدينا مشاهدي الجزيرة الرياضية الكرام مع هذا اللقاء الهام والمفصلي لمنتخب سوريا الأولمبي في تصفيات أولمبياد لندن 2012، الأولمبياد في الصيف القادم، والمنافسة باتت يعني في حدودها الأخيرة وفي أمتارها الأخيرة. لقاء كما قلنا هام جدا، هي مواجهة الفوز ولا شيء سواه. الهدف الوحيد لنسور قاسيون في هذا اللقاء هو تحقيق الفوز والانتصار والعلامة الكاملة لهذه المباراة بعد أن أصبح الموقف حرجا نوعا ما، خاصة مع الخسارة الأخيرة في المباراة الماضية، لكن لازال الأمل كبيرا وموجودا سواء بالتأهل المباشر من خلال الفوز وانتصار عريض في هذا اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية للمنتخب البحريني هناك في طوكيو في مهمة صعبة. بالتالي هذا سينقل منتخبنا مباشرة إلى الأولمبياد، وهذا ما نتمناه وما نأمل به، وإن كانت العملية تبدو صعبة نوعا ما، لكن يبقى الأمل قائما بأبناء هذا المدرب السيد هيثم جطل الذي يسعى مع النسور الشابة، النسور الحمراء، نسور قاسيون، لتخطي بالتأكيد عقبة المنتخب الماليزي. المنتخب الماليزي على الورق هو حصالة الفرق لهذه المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لأولمبياد لندن على القارة الآسيوية. كما قلنا المنتخب الماليزي يعني كان حصالة لكل الفرق. المدرب أونغ كيم سوي على الصورة صرح بأنه سيلعب لقاء قوي أمام نظيره السوري بغض النظر عن فقدانه لكل الأمال وخروجه من كل الحسابات. بالتالي المباراة على الورق تبدو سهلة، دائما حسابات الملعب الأخضر والبساط الأخضر تختلف كليا عن حسابات الأوراق البيضاء، لكن مع ذلك الأمل كبير بأن يقدم نسور قاسيون الوجه الحقيقي للمنتخب السوري الأولمبي، المنتخب الرائع الذي يضم عناصر حقيقة يعني عناصر متميزة ونجوم قادمة بقوة إلى سماء الكرة السورية. نتمنى الفوز والانتصار أولا، بعد ذلك التفكير بالحسابات على التأهل يأتي مباشرة أو ربما يأتي من بوابة أصعب نوعا ما ويكون يعني أكثر جمالا من خلال التأهل عبر الملحق الآسيوي والأفريقي. ركلة البداية للمنتخب الماليزي الذي يلعب على يمين الصورة باللونين الأصفر والأسود، بينما منتخب سوريا على يسار السادة المشاهدين باللون الأحمر المعتاد. وسوريا في هذا اللقاء تلعب بالتشكيلة التالي: الحارس المتميز إبراهيم عالمة، رباعي خط الظهر أحمد الصالح العائد من جديد، الكابتن الموقوف في المباراة الماضية، وصخرة الدفاع محمد زبيدة، محمد دعاس، عبد الناصر حسن، محمد فارس في وسط الميدان أمامه زميله محمود مواس وزكريا العمري، مارديكيان، أحمد الدوني، وحسين الجويد. هذه التشكيلة الأساسية بغياب طبعا عمر السومة، وأيضا بغياب ياسر شاهين الموقوف، بينما ماليزيا تلعب في هذه المباراة بمحمد رسلان في حراسة المرمى، محمد عزمي، محمد ساس، ديفاندران، محمد فضيلي، ساراني، نظمي، بن ممات، أحمد علي، محمد سعيدان، ومحمد عثمان. وكما قلنا مع البداية هيثم جطل المدرب السوري المحلي، السيد هيثم جطل هو من يقود منتخب نسور قاسيون، بينما يدرب السيد أونغ كيم سوي منتخب ماليزيا. الوضعية أصبحت واضحة، الكل يعرف موقف الفرق في هذه المجموعة، المجموعة الأكثر تباينا وصعوبة حتى الآن، واحدة من أكثر المجموعات صعوبة، هي مجموعة لا تعادلات، لا وجود لأي حالة تعادل في كل المباريات السابقة من خلال خمس جولات في هذه المجموعة. كل المباريات انتهت بفائز وخاسر، واليوم نتمنى أن يكون الفائز هو المنتخب السوري وأن تكون النتيجة مريحة قبل النظر إلى المباراة الأخرى. عين هنا في عمان في استاد الملك عبد الله في القويسمة، وعين أخرى في الاستاد الأولمبي في طوكيو. بالتالي يعني دائما الأهم هو تحقيق النتيجة الإيجابية والظهور بالصورة الحقيقية للمنتخب السوري التي غابت فقط في المباراة الأخيرة، بينما كانت حاضرة بروعة في أربعة لقاءات. حقيقة المنتخب السوري قدم فيها الإبداع والإمتاع وتميز في كل المباريات كما قلنا، باستثناء عرض لم يكن كالمعتاد، عرض يعني كان بمثابة كبوة هذا الجواد، بل كبوة النسر السوري الجامع، النسر الأولمبي الذي يتمنى أن يحلق عاليا في سماء عاصمة الضباب، في سماء الأولمبياد القادم في لندن. كرة تعود سهلة للدفاع السوري عند محمد دعاس الذي يترك الكرة حتى تجتاز الحد الجانبي وتتحول لرمية تماس سورية. بالتأكيد البداية يجب أن تكون بعيدة عن شد الأعصاب، طبعا المدرب السيد هيثم جطل بالتأكيد أعطى التعليمات، بالتأكيد وجه لاعبيه و
وخاصة أنه يستعيد يعني ورقتين هامتين في مباراة اليوم، يستعيد ورقة دفاعية هي الصخرة الثابتة في الخط الخلفي أحمد الصالح الذي غاب بدعاء الإيقاف، كذلك زميله الغائب بنفس يعني الحجة بنفس المشكلة عندما غاب مارديكيان عن اللقاء الماضي بسبب الإيقاف. أيضا كلا اللاعبين يعودان إلى تشكيلة المنتخب السوري في لقاء اليوم، وكلاهما يقدم دعم إضافي سواء في الخط الخلفي أو في خط الهجوم في خط المقدمة. بالتالي الظروف مهيئة للمنتخب السوري، فقط المطلوب هو التركيز من أجل بلوغ الهدف المنشود. محمد دعاس يكسب مخالف، يكسب ركلة حرة تنفذ سريعة، وأحمد صالح يخفق في إبعاد هذه الكرة، لكن مباشرة يعني تعديل الموقف يأتي من زملائه. عبد الناصر حسن يلحق بالكرة قبل خروجه دعاس في الناحية اليسرى المنتخب الماليزي. نعم هكذا هو حال المنتخب الذي يلعب بدون ضغط، المنتخب الماليزي نشاهد اليوم مع البداية يعني يلعب بأريحية، هذا متوقع لأنه كما قلنا بعيد عن كل الضغوط أمام منتخب بالعكس تماما يلعب تحت ضغط كبير. يعني المنتخب السوري عليه تجاوز هذا الضغط من خلال الهدوء في البداية والبحث عن هدف مبكر بدون تسرع بدون استعجال من أجل الوصول إلى شباك محمد رسلان حارس مرمى منتخب ماليزيا. هذه كرة ماليزية خطيرة طبعا، الابتعاد أيضا وعدم قبول هدف من جانب المنتخب الماليزي يكون هدف مفاجئ يعقد المهمة. كرة في وسط الملعب مشتركة باتجاه سراني على الناحية اليمنى، سراني في وسط الميدان، محمد فضيلي عودة للخلف، ضغط قوي من جانب لاعبنا أحمد الدوني. أحمد الدوني هداف الدوري السوري اللاعب الموهوب صاحب هدف اللقاء الوحيد في المباراة الماضية، الهدف السوري الوحيد طبعا في مرمى البحرين في المباراة الماضية، هدف جميل جدا كان، ربما كان واحد من أجمل لقطات في المباراة وواحد من أجمل الأهداف، أهداف جميلة كثيرة سجلها المنتخب السوري. لاحظ هناك شيء من الارتباك، هذا واضح أنه نتيجة الضغط، يعني المنتخب الماليزي هو من يتقدم هو من يضغط بعكس المتوقع، وكما قلنا أولا وضعية الضغط المتباين للفريقين، و كما قلنا سابقا دائما حسابات الميدان تحت تختلف كليا عن حسابات الأوراق والتوقعات، لكن يعني المنتخب السوري لو تجاوز هذه الدقائق دقائق الارتباك وعاد من جديد إلى التركيز الكامل سيكون بالتأكيد هو الطرف الأقوى والأفضل والأكثر مهارة وبراعة على أرضية الميدان. كرة اصطدمت بقدم حسين جويد وخرجت خارج الملعب إلى رمي التماس. طبعا منتخب سوريا قبل المباراة في المركز الثاني متساويا بالنقاط مع نظيره البحريني صاحب المركز الثالث، كل فريق 9 نقاط، اليابان تتصدر ب 12 نقطة، ماليزيا بدون نقاط بدون انتصارات أو حتى تعادلات في مجموعة كما قلنا حتى الآن خالية تماما من التعادلات. هذه مخالفة وخطأ واضح لمصلحة جويد أمام لاعبين كان، والعرقلة واضحة من محمد عزمي، بالتالي مخالفة للمنتخب السوري في وسط الملعب في وسط الميدان تقريبا على خط المنتصف. نتمنى أن تبدأ المحاولات والانطلاقات لنسور قاسيون اعتبارا من هذه اللحظات بعد مضي 5 دقائق لا زالت فيها النتيجة والأداء سلبي نوعا ما. كرة خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة منتخب سوريا، محمد دعاس أمامية مارديك عرضية فيها خطورة، لمسة بالرأس لكن كرة بعيدة، كرة الدوني بعيدة خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذا وأحمد الدوني كما قلت سجل بشكل رائع في مباراة المنتخب البحريني، لكن أصحاب الأهداف في المباراة الأولى صاحبي الهدفين في شباك ماليزيا هناك في ماليزيا كلاهما غير متواجد أساسي على أرضية الميدان، كلاهما موجود في التشكيل الاحتياطي، وأقصد بذلك سليمان صاحب الهدف الأول وزميله نصوح نكدلي مسجل الهدف الثاني في المباراة الأولى للمنتخبين التي انتهت سوريا بهدفين نظيفين. بالتالي هذا كله يوضح يعني قدرة المنتخب السوري على الفوز والانتصار، المنتخب الذي يعني جاءته الكثير من عبارات المديح والكثير من عبارات الإعجاب بمواهب لاعبيه مثل هذه الموهبة الرائعة للمواس، انطلاقة فيها خطورة مارديك على الناحية اليمنى، مرور أكثر من رائع، فرصة لهدف أول لكن عودة دفاعية ماليزية في الوقت المناسب أمام مارديك، مارديكيان قبل أن ينطلق ويخترق ويصل لشباك محمد رسلان. إذن كرة أولى سورية مع انطلاقة أولى حقيقية، بالتأكيد مثل هذه الكرات تعيد الهدوء والثقة إلى النفوس وتجعل لاعبي المنتخب السوري في قمة التركيز، وهو المطلوب من أجل إنجاز المهمة من أجل إنجاح المهمة والفوز بالنقاط الكاملة بالنقاط الثلاث. طبعا كما قلت اليابان 12 نقطة حققت 4 انتصارات منيت بهزيمة واحدة كانت أمام نسور قاسيون بهدف رائع، بهدف يعني غير عادي بتسديدة صاروخية لأحمد الصالح في نهاية الوقت الأصلي، فيما بعد ذلك اليابان انتصرت في كل لقاءاتها، سوريا والبحرين كل فريق حقق 3 انتصارات وهزم مرتين،
وبالمناسبة يعني هذه المجموعة عرفت كل الأرقام الكبيرة، المجموعة الوحيدة التي لم تعرف التعادل حتى الآن في أي مباراة، المجموعة الأكثر تسجيلاً، يعني كل فرقة هي من الفرق الأكثر تسجيلا على مستوى المجموعات الثلاث. أفضل الفرق تسجيلا هي اليابان، سوريا والبحرين، يعني المنتخبات التي تتنافس وتتصارع فيما بينها على بطاقات هذه المجموعة هي الأفضل من حيث القوة الهجومية. وطبعا لعبة يعني المنتخب الماليزي دور كبير في ذلك، لأنه كما قلت كان حصل الأهداف والنقاط في هذه المجموعة، كان طريق مرور وعبور لكل الفرق حتى الآن. مخالفة لمصلحة محمد دعاس في وسط الملعب، خطأ ومخالفة لمصلحة محمد دعاس تنفذ، وحكم اللقاء الحكم الإيراني، طبعا طاقم تحكيم إيراني بقيادة السيد محسن تركي الذي يحمل يعني ذكريات ليست طيبة كثيرا. السيد محسن تركي في ذاكرة عشاق ومحبي الكرة السورية، من يتذكر تماما يعني هذا الحكم الإيراني قاد مباراة سوريا واليابان في كأس آسيا الأخيرة 2011، وكان هناك يعني ركلة جزاء كان فيها الكثير من اللغط. هذه محاولة دوني، فرصة كبيرة وهدف أول يضيع، فرصة كبيرة وهدف أول محقق يضيع أمام براعة الحارس محمد رسلان. فرصة سورية أولى، بدأ المنتخب السوري يدخل الأجواء ويسيطر على اللقاء. لاحظ أحمد الدوني كيفية العرضية، مثالية أرضية تابعها مارديك، لكن حارس المرمى أغلق المرمى تماما وانقض على الكرة أمام مارديك، لكن بدأت المحاولات. هذه فرصة من جديد، خروج حارس المرمى مرة أخرى، ارتباك كان في دفاع المنتخب الماليزي أمام الهداف القناص مارديكيان ابن والنجل، اللاعب الكبير، اللاعب السوري الشهير والمدرب الحالي سيد كيفورك مارديكيان، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السورية طبعا، وبالتالي كما يقال يعني فرخ البط عوام. ومارديك مارديكيان يمشي بخطى التألق، بخطى يعني النجوم الكبار، وكما قلت أسماء كثيرة فرضت نفسها، فرضت ذاتها في هذا المنتخب ونالت الاستحسان والثناء. كرة مقطوعة، أحمد صالح مضغوط عليه، مهاجم المنتخب الماليزي يحاول في هذه الكرة، إنما تطول من قدم أحمد علي تتحول خارج الملعب. يعني في تصريح بارز للكابتن والقائد أحمد صالح لكابتن منتخب سوريا الأولمبي اللاعب الممتاز في خط الظهر، قال إنه يعني هناك تفكير واحد فقط، تفكير وحيد فقط، هو التفكير بالفوز والانتصار والتفكير بملاعب إنجلترا، بملاعب إنجلترا، لأن المباريات الأولمبية التصفيات بالنهائيات الأولمبية لن تقام فقط على الملاعب اللندنية، لن تقام فقط في ملاعب العاصمة إنجلترا، بل في ملاعب إنجليزية مختلفة. بالتالي أحمد صالح قال التفكير هو بالتواجد بين كبار التصفيات الأولمبية بل النهائيات الأولمبية، بعيدا عن التفكير بأي معطيات أخرى، لأن عقود احترافية ربما تأتي كثيرة لكثير من اللاعبين. هذه محاولة، كرة ملعوبة لكن خاطئة من زكريا العمري، تعود من جديد لدفاع المنتخب الماليزي. المنتخب الماليزي في مباراة اليوم بشكل أفضل ينقل الكرات على أرضية الميدان، يسبب بعض الصعوبات لمنتخب سوريا. 10 دقائق مرت، التعادل فيها سلبي، نتمنى أن يأتي الهدف سريعا لكي يعني يطمئن لاعبو المنتخب السوري ويلعبون بأريحية يظهروا فيها إمكانياتهم الحقيقية. خطأ لمصلحة زكريا العمري مجددا، عبد الناصر حسن على تنفيذ الخطأ، وهي عادل المخالف وحالة الشد الواضحة من أحمد علي. عبد الناصر حسن، وهي كرة في عرض الملعب باتجاه أحمد صالح. أحمد صالح ملعوبة طويلة أمامية، مناولة جميلة، والمواس كالمعتاد ينطلق بالسرعة المعروفة بالمهارات الكبيرة، لكن يخسر هذه الكرة مؤقتا لأنها تحول إلى رمي التماس، رمي جانبية لمصلحة النسور السورية الشابة نسور قاسيون، الفريق الواعد، فريق الأمل في الكرة السورية. دعاس وهنا سقوط على أرضية الميدان، لكن حكم اللقاء يشير إلى مواصلة اللعب لا وجود للخطأ حسب قرار حكم المباراة الحكم السيد محسن تركي. نقلات جميلة، بدأ المنتخب السوري يسيطر، لاحظ اللمسات، هذه عرضية داخل منطقة الجزاء من زكريا العمري، يبعدها الدفاع لتتحول مرة أخرى في الجهة اليسرى السورية مع انطلاقة سريعة ومخالفة، هذه المرة كانت واضحة، هذه المرة كانت مخالفة يعني واضحة تماما، وحكم اللقاء سريعا أطلق الصافرة ليمنح ركلة حرة غير مباشرة قريبة من منطقة جزاء محمد رسلان حارس مرمى منتخب ماليزيا، يتحفز ويتهيأ لها لاعبو المنتخب السوري ومدربهم السيد هيثم جطل على الصورة، الذي يعرف أهمية هدف مبكر لإراحة لاعبيه وإراحته شخصيا في هذا اللقاء. كرة ثابتة للمنتخب السوري،
محمد رسلان في الانتظار ومهاجمي المنتخب السوري داخل منطقة الجزاء. هذه التسديدة من بعيد عرضية فيها خطورة واللمسة الرأسية تتحول مباشرة إلى ركلة مرمى. رأسية أحمد الدوني كانت تحتاج لقليل من التركيز، وعموما يعني كل المنتخب السوري بحاجة إلى قليل فقط من التركيز والابتعاد عن الحسابات والتفكير ربما في المباراة الأخرى أو يعني بعدد الأهداف في هذا اللقاء. المهم مبدئيا التفكير بالوصول إلى شباك هذا الحارس محمد رسلان. ركلة مرمى ملعوبة طويلة، لمسة رأسية من أحمد علي الصالح، لعبة خلفية جميلة من أحمد الصالح، كرة في وسط ملعب مشترك، تعود سوريا لحظة الاندفاع والتقدم. أحمد الصالح سحب الهدف الشهير في الشباك اليابانية. أحمد الصالح من جديد يحاول أن يؤازر الهجوم بهذه الانطلاقة بتمريرة بينية تعود إلى أحمد الصالح مرة أخرى. أحمد الصالح أمام مجموعة من اللاعبين يرسل كرة خطيرة وهدف أول في الطريق يضيع بصورة غريبة على المواس. هدف مؤكد يضيع للمنتخب السوري من قدم اللاعب الموهوب محمود المواس. كرة عالية أمام مرمى تقريبا كان مشرع لمحمود المواس ليسجل أينما أحب وأينما اشتهى، لكن التوتر أضاع من يعني محمود المواس فرصة تسجيل هدف أول مبكر، لكن الهدف قادم بإذن الله. يعني واضح أداء المنتخب السوري يبشر بأنه الهدف قادم وبدأت الثقة تعود وبدأت المهارات تظهر في هذه اللحظة. كرة طويلة من حارس المرمى فيها رأسية من أحمد الصالح. أحمد الصالح أداء دفاعي ممتاز، قوة دفاعية متميزة وأيضا مساندة هجومية مطلوبة في بعض المحاولات وخاصة في مثل هذه المباراة في لقاء أمام منتخب بالتأكيد سيلعب يعني في أغلب الأوقات مدافع أمام منتخب سوريا. محمد دعاس مواس يريد التعويض، وهي الكرة 1-2 1-2 لكن غير ناجحة، مقروءة تعود سورية بتصويبة قذيفة قوية لكن بعيدة، تسديدة قوية إنما بعيدة عن المرمى بعيدة عن شباك محمد رسلان، بالتالي ركلة مرمى لصالح المنتخب الماليزي. المنتخب الماليزي الذي تلقى شباكه 13 هدف، أسوأ دفاع في كل التصفيات الآسيوية. طبعا ثلاث مجموعات، نعرف أنه أول سفراء القارة الآسيوية أو سفراء القارة الصفراء إلى مدينة الضباب إلى لندن هو المنتخب الكوري الجنوبي الذي تأهل وضمن الانتقال عن مباريات المجموعة الأولى أو عن تصفيات وفرق المجموعة الأولى، لأنه المنتخب الكوري الجنوبي جمع 11 نقطة، عمان قطر السعودية في المراكز من الثاني إلى الرابع تتنافس على بطاقة الملحق، الإمارات وأوزبكستان في صراع على المركز الأول في مباريات المجموعة الثانية في صراع على المركزين الأول والثاني طبعا، بينما العراق وأستراليا غادرتا المجموعة الثالثة، لازالت الرؤية فيها غير واضحة، ستتضح تماما في نهاية هذه الجولة السادسة والأخيرة. اليابان حتى الآن في المقدمة، سوريا في المركز الثاني والبحرين ثالثا، هذه المنتخبات الثلاث تتنافس، بينما ماليزيا بدون حظوظ طبعا في المركز الرابع. كرة لمصلحة المنتخب السوري في الجهة اليسرى تغادر إلى رمي التماس مرة أخرى. طبعا المنتخب الأسترالي يعني لم يسجل أي هدف، أنهى لقاءات الست بدون أن يسجل أي هدف، وهو المنتخب الوحيد الذي لم يسجل برغم أنه تعادل 4 مرات من أصل 6 لقاءات لكن لم يسجل أي هدف، كل تعادلاته سلبية وخسر مرتين. أحمد الصالح ينقل كرة بالتمريرة قصيرة في وسط الميدان، دعاس يستقبل لعب في الناحية اليمنى، دعاس جميل الكرة الأمامية لكن مقروءة ومقطوعة كانت خاطئة وبعيدة نوعا ما عن زملائه في وسط الميدان. الكرة مشتركة فيها يعني قتالية بدون خشونة من جانب لاعبي المنتخب السوري، لكن منتخب ماليزيا يستعيد المحاولة مرة أخرى، وهنا بعض الفراغات بعض المساحات، إنما ربما يساعد المنتخب السوري قليلا في اندفاعه وتقدمه، يعني نوعا ما نقص المهارات للاعبي المنتخب الماليزي، وإن كان دائما يجب عدم الاستهانة بالخصم مهما كان كي لا تأتي الأمور على عكس ما نشتهيها. محمد دعاس، عبد الناصر حسن، تنظيم الهجمة السورية مرة أخرى، أكثر من ربع ساعة 17 دقيقة على البداية، لازلنا نبحث عن هدفنا الأول في مباراة اليوم. كرة مشتركة تعود ماليزية، المنتخب الماليزي حتى الآن يعني يؤدي مباراة قوية بالتأكيد في مواجهة منتخب سوريا الذي أضاع على الأقل حتى الآن فرصتين حقيقيتين للتسجيل، أبرزهما فرصة المواس وأيضا كانت فرصة مارديك
التي لا تصدى لها حارس المرمى. لمسة سريعة من زكريا العمري، عودة للخلف أحمد الصالح، عبد الناصر حسن يستقبل اللعب في الناحية اليمنى. عبد الناصر حسن بهدوء، المنتخب السوري الآن في هذه اللحظات يريد التعامل بهدوء مع المعطيات ويريد الوصول إلى الشباك بهذه الفنيات بهذه اللمسات، لمسات جميلة اللعب من لمسة واحدة مطلوب بالتأكيد لاختراق الدفاع الماليزي. محمود مواس على الأرض ينقل كرة جميلة بكعب القدم من محمد فارس في وسط الميدان زكريا العمري، لمسات سريعة وكرة قبل أن تصل من محمد زبيدة إلى زميله محمد فارس تقطع وتتحول إلى رمية تماس سورية من جديد. محمد زبيدة على التنفيذ، محمد زبيدة نقترب من ثلث ساعة على انطلاقة الشوط الأول، نقترب من 20 دقيقة من عمر الشوط الأول. الذي عرضية داخل منطقة الجزاء فيها خطورة، مارديك استلام والتسديد، لكن كان هناك ارتباك وسوء تفاهم بين مارديك وزميله، بالتالي ضاعت الكرة لتعود من جديد لمصلحة المنتخب الماليزي، وأحمد الصالح يستعيدها سريعا ويعيدها باتجاه زميله عبد الناصر حسن. لمسات سورية مرة أخرى، زكريا العمري يتقدم في مارديك، حاول تهيئة البينية لزميله أحمد الدوني، لكن كرة تعود إلى دعاس. دعاس ننتظر الهدف الأول ونتمنى أن لا يطول الانتظار. كرة طويلة أطول من اللازم، سهلة تماما في أيدي الحارس محمد رسلان. طبعا أبطال المجموعات الثلاث تتأهل مباشرة إلى الأولمبياد القادم في لندن. أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث سيخوضون الملحق الآسيوي، ستكون عبارة عن يعني مجموعة تقام من دور واحد في بشكل تجمع، سيقام في فيتنام، وبعد ذلك بطل المجموعة سيلاقي السنغال رابعة أفريقيا. هنا انطلاقة فيها خطورة للمنتخب السوري، محاولة داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تطول من جديد، ربما اللمسة الأخيرة حتى الآن هي التي تنقص النسور قاسيونة الشابة لتسجيل أول أهدافها. نسور قاسيونة الأولمبية الباحثة عن مكان لها في أولمبياد لندن 2012. محمد دعاس تمريرة في المكان الصحيح للمواس، مواس عرضية تأتي بأول ركنية في هذا اللقاء، أول ركنية نتمنى استغلالها بالشكل الأمثل مع مرور 20 دقيقة على بداية الشوط الأول. 20 دقيقة تماما، ثلث ساعة الآن بالكامل، سوريا لا زالت الطرف الأفضل لكن النتيجة لا زالت التعادل بين الفريقين، بالتالي ننتظر أول الأهداف. محمد فارس أمام حارس المرمى والعرضية مع خروج موفق من الحارس برغم إفلاته للكرة، لكن أبعد الخطر يعني في المرة الأولى وعاد الدفاع وشارك في إبعاد الكرة، يعني خروج كان النصف موفق لحارس المرمى لأنه أبعد الكرة من أمام الرؤوس، لكن بقيت في المكان الخطير لولا تدخل الدفاع. بالتالي هي ركنية ثانية سورية على التوالي، ملعوبة عرضية بالرأس الصالح لكن كرته خارج الملعب، كرة أحمد صالح خارج الملعب. إذن كما قلت يعني المهمة السورية قد تمتد في هذه التصفيات، وبالتالي ينتقل منتخبنا إلى الملحق الآسيوي، سيلاعب الثواني أو أصحاب المركز الثاني في المجموعتين الأولى والثانية في ملحق يقام في فيتنام بتجمع، ثم بعد ذلك بطل هذا التجمع سيلاعب السنغال الممثل الإفريقي صاحب المركز الرابع في تصفيات إفريقيا، وطبعا إفريقيا تأهلت عنها الجابون والمغرب ومصر، هذه المنتخبات الثلاث بلغت الأولمبياد عن القارة السمراء. حيث بجط لا زال يراقب بالتأكيد بعين القلق لأنه يعرف أنه الهدف مطلوب، الهدف يجب أن لا يتأخر كثيرا. مواس أمامه لاعبين اثنين، كرة على الأرض جميلة، زكريا العمري، العمري يقف على كرته ينتظر ويهيئ تمريرة سليمة، دعاس استقبلها في الناحية اليمنى يهيئها عرضية باتجاه المرمى، كادت أن تأتي الكرة الأولى في الشباك بأقدام المدافعين، بنيران صديقة على شباك محمد رسلان كادت أن تأتي كرة الهدف الأول، لكن الكرة تتحول إلى ركنية ثالثة للمنتخب السوري الذي كلما مر الوقت كلما اقترب أكثر من شباك المنتخب الماليزي. ركنية مواس يلعبها عرضية استقبال بالرأس من جانب الدفاع، زكريا العمري استعيد المحاولة من جديد بهدوء وهي كرة قصيرة، زبيدة كرة خطيرة ورأسية تضيع من أحمد الصالح، فرص كثيرة نضيعها ونهدرها أمام شباك المنتخب الماليزي، أهداف محققة تضيع على نجوم المنتخب الأولمبي السوري. هذا محمد زبيدة يحول كرة طويلة وأحمد الصالح
المتقدم لمتابعة هذه التمريرة برأسية جميلة، أراد أن يركل الكرة ويسكنها في المقص الأيمن. الفكرة كانت سليمة وجميلة لكن التنفيذ نقصته الدقة، بالتالي ضاعت الفرصة على كابتن المنتخب السوري أحمد الصالح. ثلاث كرات لتسجيل أهداف محققة لمصلحة منتخبنا حتى الآن، لمصلحة نسور قاسيون، لكن كلها ضاعت على أمل أن تكون الرابعة ثابتة، لأن الثالثة لم تكن ثابتة، لم تكن في شباك رأسية أحمد صالح. هنا العرقلة لكابتن المنتخب الماليزي الساراني في وسط الملعب، تمريرة طويلة، صراع على الكرة ودفاع المنتخب السوري يحمي هذه الكرة حتى تغادر إلى رمي التماس. رمي التماس لمصلحة منتخب سوريا في يعني مكان صعب في أرضية الملعب، بالتالي يجب إخراج هذه الكرة بتمريرة طويلة. بالفعل هذا ما يقوم به لاعبو المنتخب السوري، ومارديكي ينطلق بالمرتدة العكسية، ثلاثة لاعبين أمام مدافع وحيد، وهنا التنفيذ لم يكن دقيق لهذه المرتدة، يعني ضاعت الكرة بشكل غريب، ثلاثة لاعبين على مدافع واحد. أعتقد أنه المنتخب السوري لم يحسن استغلال الفرصة. الدوني يصوب لكن كرة بعيدة، فرصة كانت مواتية جدا. هذا هو ما تحدثنا عنه، هدوء الأعصاب غير موجود لدى لاعبي المنتخب السوري، هناك شيء من الاستعجال. التمريرة طويلة كانت يعني عميقة نوعا ما أكثر من اللازم، كان يجب أن تلعب باتجاه يعني الخارج أو بعيدا عن منطقة الجزاء، لأنه هذا أتاح لحارس المرمى الخروج أمام محمود مواس وأبعد الكرة عن المواس، بالتالي لو لعبت الكرة أرضية بعيدة عن منطقة الجزاء كانت ستكون أفضل وفي متناول محمود مواس، بالتالي الابتعاد عن التسرع وهدوء الأعصاب، لذلك نبحث عن الهدف المبكر، نبحث عن الهدف لأنه سيريح الأعصاب، سيجعل مثل هذه الكرات هي كرات أهداف، يجعل اللاعبين أكثر تركيزا وأكثر قدرة على ترجمة هذه اللقطات. أحمد صالح، يعني أعتقد لو جاء الهدف في الدقائق الماضية لشاهدنا مجموعة أخرى من الأهداف وراءه إذا ما استمر الأداء بهذه الصورة، الأداء الهجومي والقدرة، يعني هناك فراغات حقيقة وخط ظهر غير متماسك للمنتخب الماليزي، يعني نوعا ما يعني سهولة الاختراق موجودة للاعبي المنتخب السوري، لكن كما قلت فقط التسرع وشد الأعصاب هو الذي يبعد النسور قاسيون عن شباك الحارس محمد رسلان. حتى إذا ما تبعنا الفرص تقريبا هي ضاعت بسوء التصرف باستثناء الكرة الأولى بتصدي حارس المرمى محمد رسلان. رمي التماس ستلعب طويلة، تلعب طويلة بالفعل داخل منطقة الجزاء، فيها لمسة راسية من الدوني، مارديك مشترك والمواس، لكن حارس المرمى أعلى من الجميع، يرتقي باستخدام يديه يصل لهذه الكرة، ونتيجة تبقى سلبية بعد مرور 25 دقيقة على انطلاق أحداث الشوط الأول، ثلث ساعة فقط متبقية في عمر هذا الشوط، الدقائق تمضي سريعة على منتخبنا. تمريرة طويلة المواس، المواس يراوغ بروعة، المواس يصوب لكن جانبية، جانبية، ومن جديد التوفيق يجانب كرات المهاجمين السوريين بعد يعني لقطة فنية رائعة من محمود المواس، مراوغة في غاية المهارة، تلاعب وتراقص بالمدافع الماليزي كما يحب، هيأ المجال لنفسه، هيأ الزاوية لنفسه وسدد يسارية قوية، لكن مرت جانبية جاورت القائم الأيسر لرسلان، لاحظ التسديدة والمراوغة الذكية، المراوغة والعملية الفنية من صاحب المهارات محمود مواس، لاعب ممتاز، لاعب موهوب، يعني برغم الفرص الضائعة لكن لاعبين متميزين، بالتالي كما قلت فقط قليل من التركيز. أحمد صالح، عبد الناصر ومحمد دعاس، محمد دعاس تحويل اللعب بشكل كامل، كرة ذكية محمد دعاس إنما بعيد نوعا ما عن محمد فارس، بالتالي خارج الملعب إلى رمي التماس، نقترب من نصف ساعة ولا زلنا نبحث عن الهدف الأول، لا زالت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي بين الفريقين، تعادل سلبي بالتأكيد ليس هو ما نبحث عنه في هذا اللقاء، طبعا يعني ربما يكون فارق الأهداف مهم في مباراة اليوم وربما يكون أمر ثانوي، لأنه المنتخب الياباني في حال تحقيقه الانتصار فإنه مهما كان الفارق كبيرا في لقاء اليوم للمنتخب السوري ومهما كانت النتيجة كبيرة فهذا لا يعني شيء، بما أنه يعني المنتخب سيتوجه للعب الملحق، بالتالي المطلوب هو التسجيل والفوز والانتصار أكثر من موضوع فارق الأهداف، فارق الأهداف سيبقى هو يعني أمر استثنائي أو ثانوي على أمل أن يحقق المنتخب البحريني فوز مثلا على المنتخب الياباني.
لكن يعني مهمة بالتأكيد تبقى صعبة للمنتخب البحريني في مواجهة المنتخب الياباني القوي والقوي جدا على ميدانه في ملعب وأمام جمهور محتشد في العاصمة طوكيو. كرة لمصلحة أحمد الصالح، تمريرة قصيرة من أحمد الصالح. طبعا التعادل السلبي لازال قائم في هذه المباراة وفي المباراة الأخرى، في كلا اللقاءين التعادل الأبيض لازال هو المسيطر. عبد الناصر، كرة خاطئة من عبد الناصر حسن، وحكم المباراة يشير إلى مخالفة لمصلحة المنتخب الماليزي. مطلوب التسجيل، مطلوب على الأقل الخروج بهدف من الشوط الأول. ستختلف الصورة لو جاء الهدف الأول، ستختلف الصورة لو كان يعني هذا الشوط انتهى بتقدم لمصلحة المنتخب السوري. عموما كرة ثابتة لصالح المنتخب الماليزي ونظمي على التنفيذ. يلعب كرة طويلة أمامية باتجاه زميله أحمد علي لكن مقطوعة. عبد الناصر حسن يكسب خطأ ومخالفة بقدم مرفوعة لأحمد علي في اللقطة الماضية. مراوغة من محمد فارس وخطأ مرة أخرى، خطأ طبعا لإعاقة تقدم المنتخب السوري مع بطاقة صفراء. هذا الخطأ من السيد محسن تركي الذي يرفع أول بطاقة صفراء في هذه المباراة، لكن يعني تصرف تكتيكيا كان ناجح من جانب اللاعب الماليزي انه اوقف انطلاقه مرتده وهجمه سريعه كان يعني يقودها وينطلق بها اللاعب محمد فارس. كره في الناحيه اليمنى عبد الناصر حسن، عبد الناصر تمريره اماميه، لمسه راسيه تعود سوريه خطيره، المحاوله في الجهه اليسرى لمصلحه المنتخب السوري، لمسات قصيره احمد دوني، احمد دوني ومحاوله الاختراق من محمد فارس، لكن كره تتحول خارج الميدان، رمي التماس لمصلحة المنتخب السوري، رمي التماس السورية إذن من جديد، والمحاولة قريبة من مرمى المنتخب الماليزي. هذا محمد فارس على الناحية اليسرى بكعب القدم حاول مراوغة إنما لم ينجح، ويقاتل على الكرة من جديد لاستعادتها. محمد فضلي إذن هو اللاعب الذي تلقى البطاقة الصفراء في المنتخب الماليزي. أحمد الصالح يسدد من بعيد في أيدي وفي أحضان حارس المرمى محمد رسلان. الصالح حاول أن يعيد الكرة من جديد ويجرب حظه مرة أخرى، علّه يفلح في هذه المرة في اصطياد شباك المنتخب الماليزي. كرة طويلة، لمسة راسية، أحمد علي، كرة تعود من الدفاع باتجاه حارس المرمى إبراهيم عالمة. إبراهيم عالمة طبعا يعني الغائب تماما عن مجريات اللقاء، البعيد عن كل المحاولات، يعني لا وجود لخطورة، لا وجود لمحاولات حقيقية تقلق راحة إبراهيم عالمة. انطلاقة عكسية فيها فرصة مع زيادة عددية للمنتخب السوري. دعاس إلى مواس، مواس أمام زميله دعاس لكن ينطلق مجهود فردي، يعود من جديد لمحمد دعاس، عرضية قصيرة نوعا ما تبقى خطيرة لكن التسديدة ضعيفة من أحمد دوني، تسديدة ضعيفة في أيدي الحارس محمد رسلان. لازالت اللمسة الأخيرة يعني ناقصة في أداء المنتخب السوري، لازال التهديف غائب عن هجوم المنتخب السوري في هذا الشوط الأول بعد مضي نصف ساعة، بعد مرور 30 دقيقة على انطلاقة اللقاء. كانت دقائقها الخمسة الأولى فيها شيء من الارتباك، وحاول فيها المنتخب الماليزي ثم اختفى بشكل كامل المنتخب الماليزي عن الناحية الهجومية وعن العمل الهجومي، وأصبح يكتفي بالحالة الدفاعية بينما منتخبنا هو من يسيطر ويتسيد أجواء هذا الشوط الأول. أضاع الكثير من الفرص لكن لا زال الوقت متاحا ولا زال الوقت طويلا، هناك ساعة كاملة من اللعب بحساب يعني الوقت المتبقي في عمر الشوط الأول ودقائق الشوط الثاني 45 كاملة، بالتالي لازلنا يعني في البدايات ولازلنا ننتظر المزيد من هذه النسور الحمراء، من هذه النسور الشابة، نسور قاسيون لتسجيل الهدف وأفراح الجماهير السورية بيعني ضمان الفرصة للترشح المباشر أو للترشح عبر الملحق. كرة طويلة من المنتخب الماليزي، خطيرة هذه المحاولة في الناحية اليسرى محمد عثمان أمام محمد دعاس، وعثمان يكسب ركنية هي الأولى للمنتخب الماليزي بعد مضي 31 دقيقة أو 32 دقيقة تقريبا. تحصل على الماليزي على ركنيتها الأولى، والحذر واجب من إبراهيم عالمي ومن زملائه داخل منطقة الجزاء. يجب الحذر من المحاولات والكرات الماليزية مهما كانت قلتها أو مهما كانت ندرتها. عرضية في الخطورة واللمسة الرأسية تمر بسلام على مرمى إبراهيم عالمة. قلت مهما كانت المحاولات الماليزية قليلة ومهما كانت نادرة لكن يجب الانتباه إليها وعدم ترك مثل هذه المحاولات تمر، أو يعني عدم فسح المجال للاعبي المنتخب الماليزي.
بتصويب مثل هذه الكرات على شباك المنتخب السوري. رأسية كانت المدافع المتقدم محمد سعيدان، إنما مرت بسلام على شباك المنتخب السوري، ولا زالت بعض الأخطاء موجودة في أداء اللاعبين على أرضية الميدان. رمي التماس لمصلحة المنتخب الماليزي. كل ما تقدم الوقت هو عاجز منتخبنا على التسجيل، هذا سيضع عليه مزيد من الضغط وسيجعل المهمة أصعب. هنا مراوغة ذكية للمنتخب الماليزي، مراوغة كانت جميلة من الكابتن سراني أمام كابتن منتخبنا أمام أحمد الصالح. طبعا يعني هناك سرعة للاعبي المنتخب الماليزي، منتخب سريع، لاعبو المنتخب الماليزي يمتازون بسرعة، وجب الانتباه من هذه السرعة في بعض الكرات في بعض المرتدات كما قلت على قلتها، لكن يجب الحذر منها تماما. رامي التماس محمد عزمي، ملعوب الكرة محمد عزمي مرة أخرى، كرة طويلة وسهلة في أيدي حارس المرمى، سهلة في أيدي إبراهيم عالمي الذي غاب كما قلت يعني لمدة نصف ساعة تقريبا ليظهر في اللقطتين الأخيرتين. كرة لأحمد الصالح في وسط الملعب، أحمد صالح تمريرة طويلة، البحث عن الكرات الأرضية والهجمات يعني المتسلسلة، عدم الاستعجال، السرعة مطلوبة لكن التسرع غير مطلوب أبدا. يعني مثل هذه الكرات تضيع الفرصة على منتخبنا، لأنه لاعبو منتخبنا يملكون الأفضلية الفنية على المنتخب الماليزي، بالتالي بإمكاننا يعني قيادة الهجمات بهدوء بسلاسة، المرور بالخطوط الثلاث بتمريرات قصيرة بالتفاهم، وهو الذي أوصلنا بالمناسبة يعني إلى الخطورة أكثر من مرة. هذه محاولة كاد أن يخطأ فيها من جديد الدفاع الماليزي، لكن محمد رسلان يصحح الموقف. كما قلت التمريرات واللعب على الأرض هو الذي يوصلنا إلى شباك المنتخب الماليزي. كرة ثابتة، ركنية جديدة للمنتخب السوري، والمواس مرة أخرى صاحب الاختصاص على التنفيذ، محمود المواس عرضية فيها فرصة ومحاولة، عبد الناصر حسن، كرة تفاجأ عبد الناصر حسن يستقبلها وينجح في المرور من خلالها مع خطأ واضح تماما في مكان خطير للمنتخب السوري. نقترب من آخر 10 دقائق في عمر الشوط الأول، بالتالي مطلوب الهدف في هذه اللحظات لمصلحة منتخبنا. كرة ثابتة وعبد الناصر حسن هو من سينفذ هذه الكرة أو من حصل على الخطأ، لكن ربما من جديد يعني مواس على التنفيذ كما قلت هو صاحب الاختصاص، لكن المواس يترك الكرة أمامنا موجود على الصورة، المواس مع حشد كبير من لاعبي المنتخب السوري داخل منطقة الجزاء الماليزية. زكريا العمري على التنفيذ، زكريا العمري، العمر يهيئها عرضية ينجح في إبعادها الدفاع الماليزي ليشتتها بعد ذلك ديفان داران. تعود مرة أخرى لمصلحة منتخب سوريا، انطلاقة خلف المدافعين لوجود لحالة تسلل، فرصة كبيرة لكن تأخر نوعا ما، وينجح الدفاع الماليزي في إيقاف الخطورة السورية في الكرة الماضية، ومحاولة قيادة المرتدة لكن بسهولة محمد سبيدة يعيد الكرة إلى حارس مرماه إبراهيم عالمي. فرص كثيرة تضيع على المنتخب السوري والوقت يمر، 35 دقيقة انقضت في عمر شوط المباراة الأول، آخر 10 دقائق من عمر الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول، لا زال التعادل السلبي عنوانا لأحداث هذه المباراة التي تجمع منتخب سوريا الأولمبي بنظير الماليزي في نطاق مواجهات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لأولمبياد لندن 2012. محمد رسلان كرة طويلة، محمد رسلان، دعاس يستقبلها بلمسة واحدة باتجاه المواس، مواس على الجهة اليمنى والكرة ينجح في حمايتها المدافع الماليزي الظهير الأيسر محمد عزمي. تلي الكرة فيها رامي التماس لمصلحة المنتخب الماليزي، رامي التماس ملعوبة بالرأس. التعادل السلبي لازال مسيطرا في نتيجة اللقاءين في هذه المجموعة، والمباراتين في نفس التوقيت طبعا، سوريا ماليزيا، البحرين اليابان، أو اليابان البحرين بحكم أنه المنتخب الياباني هو مستضيف تلك المباراة، هي أيضا نتيجتها لازالت هي التعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين. أحمد الصالح في الناحية اليمنى يرسل كرة طويلة، هذه الكرات يجب أن نبتعد عنها تماما، يعني المرة الثانية أو الثالثة تكرر، ودائما هذه اللقطات تضيع على منتخبنا، دائما ما تصل سهلة للدفاعات وحارس مرمى المنتخب الماليزي، هذا جانب من يعني محبي المنتخب الماليزي أمامنا على الصورة. كما قلت مثل هذه الكرات الطويلة غير مطلوبة، لأنه يعني الاستفادة تكون بالكرات الأرضية، بالكرات القصيرة، بنقل الكرات بين اللاعبين من قدم إلى قدم. هيثم جطل بالتأكيد يشعر بشيء من التوتر العصبي، لأنه يعني مطلوب
الفوز والانتصار. بينما أونغ كيم سوي حتى الآن يعني يوفي بما وعد به قبل بداية المباراة، قال بأنه سيقدم كل مجهود الممكن في مباراة اليوم لتكون يعني ختام لمشوار منتخب بلاده، على أساس أن الفريق يعني فقد كل أمل، لكن مع ذلك يريد أن يظهر بصورة طيبة بصورة مشرقة في آخر لقاءاته. خطأ واضح في هذه الكرة المشتركة لمصلحة المنتخب السوري، سقوط على أرضية الميدان. محسن تركي يعلن عن الخطأ، والكرة لزكريا العمري. عبد الناصر حسن، استلام في وسط الميدان عبد الناصر، تمريرة جميلة، هذه اللمسات هي المطلوبة. لاحظ يعني مواس طلب من زميله دعاس أن يمنحه حل، أن ينطلق مباشرة قبل أن يضغط الدفاع الماليزي، وهذا كلام سليم. يعني دائما اللعب بكرة ومن غير كرة، واللعب بدون كرة هو الذي يميز الفريق القوي، الفريق المتميز عن الفريق الذي يلعب بطريقة كلاسيكية. العمري، انطلاقة جميلة في الجهة اليسرى، فيها عرضية، فيها خطورة، لكن فيها ركنية جديدة مرة أخرى. ركنيات كثيرة حتى الآن لم نستفد منها، خامس ركنية على الفائدة تأتي بهذه الكرة بهذه المحاولة، ونشاهد أول الأهداف ونحن نقترب من آخر خمس دقائق في عمر الشوط الأول. كالمعتاد يعني ست لاعبين من المنتخب السوري داخل منطقة الجزاء، والعرضية سهلة في أيدي حارس المرمى، سهلة هذه الركنية من جديد. تتوالى إضاعة المحاولات وإضاعة الفرص والركنيات لتبقى النتيجة سلبية في هذا اللقاء في الشوط الأول بين منتخب سوريا ومنتخب ماليزيا. يعني بكل هدوء، إذا ما أردنا أن نسترجع ما جاء في الدقائق التي مرت من عمر هذه المباراة في شوطها الأول، نستطيع أن نقول بأنه المنتخب السوري بكل تأكيد كما كان منتظرا هو الطرف الأفضل، كما يقول المنطق الكروي طبعا، يعني لأنه المنتخب السوري أفضل فنيا، أفضل تنظيميا، أقوى بدنيا، و كل ذلك حتى الآن لم يخدم المنتخب السوري للتقدم. لماذا؟ لأنه حالة الضغط الشديدة، الضغط الذي يعني أربك في بعض الأحيان حسابات اللاعبين خاصة في الكرات أمام المرمى، هو الذي أضاع فرصة التقدم حتى الآن. أحمد الصالح إلى عبد الناصر حسن، يعني ربما قلة الخبرة تلعب دور في مثل هذه اللقاءات. اللاعب الهادئ، اللاعب صاحب التجربة، يستطيع امتلاك الأعصاب وامتلاك برودة الدم المطلوبة يعني حتى في المواقف الصعبة. الكرة تجتاز الدفاع الماليزي، تبقى سورية خطيرة، مارديك مارديكيان يحولها عرضية لكن قوية جدا. الكرة كانت من مارديك في عكس الاتجاه لكن مقطوعة من جانب الدفاع الماليزي. مشترك الكرة، أحمد الصالح يستعيدها وبتميرة من جديد متسرعة. كرة تعود سهلة لمصلحة منتخب ماليزيا، أمامية بينية، أحمد الصالح لمسة راسية كافية لاستعادة الكرة من جديد لمصلحة النسور السورية. كرة طويلة في الناحية اليسرى، آخر خمس دقائق الوقت الحرج في عمر الشوط الأول، وركلة ركنية يكسبها محمد فارس هذه المرة أمام الدفاع الماليزي. ست ركنيات كاملة في ظرف 40 دقيقة على انطلاقة أحداث هذا اللقاء، والنتيجة لا زالت سلبية بين الفريقين. ركلة ركنية السادسة لمنتخب سوريا الأولمبي بمقابل ركنية واحدة للمنتخب الماليزي الأولمبي. فارس ينقل الكرة هذه المرة بصورة أخرى بتمريرة قصيرة لزكريا العمري، عودة إلى زبيدة، محمد زبيدة يحاول تهيئة العرضية داخل منطقة الجزاء، يطالب بلمسة يد لكن حكم المباراة قريب يواصل اللعب. محمود مواس، مواس كرة ذكية من مواس، تمريرة أخرى ناجحة إلى أحمد الصالح ينطلق، وكرة يبدو أنها تجاوزت الدفاع لتتحول إلى ركلة مرمى. كرة من قدم محمد صالح خارج الملعب إلى ركلة مرمى. عموما دقائق قليلة تفصل الفريقين عن نهاية أحداث الشوط الأول، ولازلنا بانتظار أول الأهداف في هذا اللقاء لمصلحة منتخب سوريا. المهمة يعني تزداد صعوبة كلما مر الوقت بدون التسجيل. ركلة مرمى، محمد رسلان، طويلة أمامية فيها رأسية من عبد الناصر حسن، تدخل دفاعي، كرة أيضا بالرأس لكن تعود سهل للدفاع المنتخب الماليزي، والكرة تطول لتصل في أيدي إبراهيم عالم. دعاس، كرة قصيرة من دعاس للمواس، مواس يعني في كل مكان في أرضية الميدان حقيقة. مواس قدم مجهود كبير في الشوط الأول، تميز لكن افتقر إلى التركيز أمام المرمى، وإلا لكان سجل أيضا في هذا الشوط. كرة سريعة
أسرع من اللازم على محمد دعاس الذي حاول أن يلحق بالكرة، بالتالي هيئها بعيدة تماما إلى ركلة مرمى. الدقائق تمضي وتمر والشوط الأول يكاد ينتهي في وقت الأصلي. النتيجة السلبية ليست أبدا النتيجة المنتظرة في هذه المباراة، وليست النتيجة التي نبحث عنها في لقاء اليوم. ركلة مرمى، محمد رسلان على التنفيذ. محمد رسلان الحارس الذي تعرض لكثير من الاختبارات في شوط المباراة الأول، نجح في التصدي لكثير من الكرات، وأيضا يعني كان محظوظ في بعض اللقطات. أحمد الصالح نشاهد يعني اندفاع في بعض الأحيان مبالغ فيه، شاهدنا كرة عليها لاعبين، يعني هذا دليل على ضغط موجود على اللاعبين، واندفاع في بعض الأحيان يكون زائد، يعني التفاهم مطلوب، الكلام بين اللاعبين مطلوب في مثل هذه المواضع من أرضية الملعب. دفاع الماليزي يخرج كرة، المواس استقبلها، تطول عليه، تهيأ لمحمد زبيدة في الناحية اليسرى. محمد زبيدة كرة في وسط الملعب، لمسات سريعة جميلة، اللعب بلمسة واحدة لمصلحة المنتخب السوري. كرات متناقلة تصل إلى العمري، زكريا بينية، فرصة خطيرة والتسديدة من الدوني جانبية، تسديدة يسارية مباشرة من اللمسة الأولى من جانب أحمد الدوني، لكن تمر إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة منتخب ماليزيا. الإعادة مرة أخرى، الكرة البينية جميلة وانطلاقة الدوني، التصويب لاحظ كيف التف على نفسه وسدد مباشرة، لكن كرة أحمد الدوني اليسارية كانت بعيدة خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة محمد رسلان. كرة طويلة من رسلان، أحمد الصالح بالرأس، أحمد علي، كرة خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة منتخبنا، لمصلحة منتخب سوريا الأولمبي. لا شيء للفريقين، آخر ثواني في عمر الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، الدقيقة 45. أتمنى أن يكون الحال أفضل في شوط المباراة الثاني مما شاهدنا، مما تابعنا في هذا الشوط الأول. أتمنى أن يكون التركيز كاملا والفريق مستعدا لتحقيق النتيجة المطلوبة في الشوط الثاني. انطلاقة بالهجمة العكسية، مواس، كرة أرضية لكن بعيدة عن مارديك، تعود سهل لدفاع المنتخب الماليزي. كرة بالقدم اليسرى في وسط الملعب، مشتركة مرة أخرى، إنما سهلة تماما، سهلة تطول وتتحول لإبراهيم عالمي، وأمامه فقط محمد دعاس. لاحظ نصف ملعب المنتخب السوري، نصف الملعب الخاص بالمنتخب السوري خالي تماما من تواجد الماليزيين. دقيقة واحدة مضافة كوقت بدل ضائع، لقطة فنية في غير مكانها من مارديك. 45 دقيقة انتهت في عمر الشوط الأول، انتهى الوقت الأصلي كاملا، فقط ثواني تفصل المنتخبين عن صافرة أخيرة من السيد محسن تركي في أجواء هذا الشوط الأول لإعلان نهاية هذا الشوط. النتيجة لا زالت سلبية، نشاهد هدف يعني في الثواني الأخيرة سيكون ثمين وبوزن ثقيل بالتأكيد. كرة سريعة، مواس بعيد عن مارديك، يبدو أنها ستغادر أرضية الميدان، ويبدو أننا سنغادر وإياكم أجواء الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي. يبدو أن نتيجة التعادل السلبي هي الأقرب لتكون نتيجة نهائية في أجواء هذا الشوط الأول بين منتخب سوريا الأولمبي ونظيره المنتخب الماليزي. بعد أن سيطر المنتخب السوري على الشوط الأول، لكن لم ينجح في ترجمة الفرص الكثيرة المتاحة وفي ترجمة الكرات السانحة، أيضا كان هناك بعض التسرع وبعض الأخطاء نتمنى أن يتفاداها المدرب السيد هيثم جطل ولاعبيه في أرضية الميدان ونجوم المنتخب السوري الأولمبي، نجوم نسور قاسيوم في شوط المباراة الثانية. نتمنى أن يتألقوا بشكل أكبر وأوضح وأن يسجلوا ويصلوا إلى شباك المنتخب الماليزي، وهو المطلوب طبعا. أحمد الصالح، كرة لدعاس تأتي معها صافرة النهاية، إذن بالفعل السيد محسن تركي يشير إلى نهاية هذا الشوط الأول بتعادل سلبي بين المنتخب السوري ونظيره الماليزي. نعود وإياكم مشاهدينا في كل مكان لمتابعة الشوط الثاني من هذا اللقاء الذي يجمع المنتخب السوري الأولمبي بالمنتخب الماليزي ضمن مباريات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة لأولمبياد لندن 2012، الجولة السادسة والأخيرة. شوط المباراة الأول كما تابعنا وكما شاهدتم معنا انتهى بتعادل سلبي، كان الممكن أن يتحول إلى نتيجة سورية كبيرة لو وفق مهاجمو ولاعبو المنتخب السوري في ترجمة الفرص. عموما الشوط الأول انتهى بما له وما عليه، والآن انطلاقة الشوط الثاني بأقدام اللاعبين المنتخب السوري ودخول اللاعب عمر السوم المهاجم الممتاز الذي يعني بالتأكيد تفاعلت مع دخوله الجماهير السورية الموجودة في المدرجات. بالتأكيد لاعب مميز ولاعب هداف محترف نادي القادسية الكويتي، اللاعب الشاب عمر السومة
يأخذ مكانه على أرضية الميدان عوضا عن حسين جويد في أول تبديل في هذا اللقاء، أول تبديل للمدرب السوري السيد هيثم جطل. عموما نتذكر وإياكم تشكيل الفريقين: إبراهيم عالمي في حراسة مرمى منتخبنا، أحمد صالح، محمد زبيد، محمد دعاس، عبد الناصر حسن، محمد فارس، محمود مواس، مارديك مارديكيان، زكريا العمري، أحمد دوني، وكما قلت البديل عمر السومة، بينما خرج وغادر حسين جويد. أما المنتخب الماليزي لا زال يلعب بالتشكيل الذي انطلق فيه في هذا اللقاء: محمد رسلان في حراسة المرمى، محمد عزمي، محمد ساس، ديفان داران، فضيلي، ساراني، نظمي، بن ممات، أحمد علي، سعيدان، وعثمان. هنا كرة ماليزية خطيرة مع خطأ دفاعي كبير كان في الكرة الماضية من جانب لاعبي منتخبنا، لكن أحمد صالح يعود ويعدل كفة. طبعا المنتخب السوري يعني يجب عليه أن يفكر فقط بالانتصار بغض النظر عن ما يجري هناك في اللقاء الآخر، وبغض النظر عن التفكير بعدد كبير من الأهداف المهمة، الوصول إلى المرمى، وهذا ما نتمنى أن يحدث سريعا في شوط المباراة الثاني. دائما الأمال تبقى موجودة حتى بالتأهل المباشر، تالي علينا التفكير بالوصول لشباك محمد رسلان، وهذه أول ركنية في الشوط الثاني نحصل عليها مبكرا في الدقيقة الثانية، 7 ركنيات منتخبنا في هذا اللقاء. ملعوبة عرضية على القائم القريب، لكن تعود من جديد لتغادر إلى ركنية ثانية على التوالي، ودائما صاحب الاختصاص محمود المواس على تنفيذ الركنيات، 8 ركنيات كاملة للمنتخب السوري. ملعوبة الركنية عرضية ومحاولة رأسية، لكن الدفاع أقرب في هذه الكرة، تعود سريعا لمصلحة منتخب سوريا. فارس في الناحية اليسرى، عرضية من محمد فارس فيها خطورة، لكن تمر من لاعبين اثنين، تمر من البديل عمر السومة، وتمر أيضا من زميله المتقدم عبد الناصر حسن، لتتحول من جديد لمصلحة منتخبنا. الضغط بكل ما لديه من قوة، يرمي بكل ثقله إلى منطقة الجزاء الماليزية، بينما تراجع ملحوظ للمنتخب الماليزي منذ يعني الدقائق الأولى في هذه المباراة. مارديك يسدد رائع من مارديك، صاروخ جديد للمنتخب السوري هذه المرة في الشباك الماليزية، بعد تصويبة خيالية رائعة قوية يمينية ممتازة من مارديك مارديكيان في غاية الروعة، يسجل في شباك الحارس محمد رسلان ويفتح باب التسجيل كما أحبينا واشتهينا مع انطلاقة شوط المباراة الثاني. مارديك مارديكيان يسعد الجماهير السورية بأول الأهداف بتسديدة صاروخية هائلة لا تصد ولا ترد، يعجز عنها محمد رسلان. مارديك الهداف، هداف المنتخب السوري في هذه التصفيات، يسجل هدفه الثالث الشخصي وهدفه الأول في هذا اللقاء، وهدف منتخبنا الأول في مباراة اليوم في توقيت مثالي مع انطلاقة الشوط الثاني. نعم الحلول إن لم تأتي جماعية فلا بأس بها فردية، بتصويبة صاروخية من مارديك مارديكيان لم تترك أي حظوظ لمحمد رسلان في التصدي لهذه الكرة الهائلة التي هزت الشباك، وكما قلنا هزت طربا محبي وعشاق وجمهور المنتخب السوري في مدرجات استاد الملك عبد الله في العاصمة الأردنية عمان. هدف أول كان مطلوبا يأتي في هذه اللحظات، بالتالي الآن الثقة ستزداد وأيضا الهدوء سيعود لنفوس لاعبي المنتخب السوري. تصويبة رائعة من مارديك، هداف منتخبنا في التصفيات، هدفه الثالث ويصبح واحد من هدافين هذه التصفيات الأولمبية. مارديك يرسل كرة طويلة الآن من أجل هدف ثاني، نتمنى الآن البحث عن مهرجان أهداف، نتمنى البحث عن يعني عدد أكبر من الأهداف، لأنه الأهم تحقق بهذه التصويبة الصاروخية من مارديك مارديكيان. وكما قلنا وأسلفنا منذ انطلاقة المباراة، يعني هذا اللاعب بالتأكيد يعني جاء من يعني بيت كروي، من لاعب كبير، لاعب تاريخي في الكرة السورية، المدرب الحالي السيد كيفورك مارديكيان، والهداف التاريخي لمنتخبنا. هذه التسديدة من جديد المنتخب السوري يعني ربما يجد الآن في سلاح التسديدات والتصويبات فرصة لبلوغ الشباك الماليزية أكثر من مرة، لكن الآن الأمر أصبح متاحا بالنقلات القصيرة بالهدوء براحة الأعصاب، ومحمد فارس يعتذر من زملائه عن الكرة الماضية، واحد من اللاعبين الممتازين أيضا. إذن مارديك مارديكيان اللاعب الرائع في صفوف منتخب سوريا الأولمبي، سجل بتسديدة صاروخية تعيد للأذهان كرة زميله اللاعب أحمد صالح في شباك المنتخب الياباني. تسديدة هائلة كانت من مارديك، لم تترك أي مجال للحارس محمد رسلان للتصدي لها. عموما أنا مخالف يعلن عنها السيد محسن تركي،
النتيجة تغيرت في الدقيقة الثالثة لشوط المباراة الأول، الآن 5 دقائق مرت، سوريا تتقدم بهدف دون مقابل بصاروخية رائعة لمارديك مارديكيان الذي تراجع لوسط الملعب، هرب من الرقابة، انطلق بالكرة، وجد المساحة والفرصة وسدد كرة رائعة بالتأكيد سكنت الشباك الماليزية كهدف أول في هذا اللقاء في توقيت مثالي لمنتخبنا مع بداية وانطلاقة أحداث الشوط الأول، بالتالي كما قلت يعني توقيت مثالي لتسجيل الهدف الأول. هنا البحث عن هدف ثاني أصبح قريب في الأجواء في الشباك، كرة هدف ثاني تضيع، كرة هدف ثاني تضيع تمر جانبية، هدف محقق. محمود المواس غير محظوظ اليوم، هذا الموهوب الشاب السوري الرائع غير محظوظ في لقاء اليوم. عمر السومة تبادل المراكز جميل بين لاعبينا في شوط المباراة الثاني، والمواس يصطدم مجددا ببراعة الحارس الماليزي، ربما يكون أفضل اللاعبين على أرضية الميدان من جانب لاعبي المنتخب الماليزي. كرة قصيرة، ركنية تاسعة ملعوبة عرضية من محمد فارس في القائم الأول، لكن دفاع الماليزي يتدخل والكرة إلى رمي التماس مرة أخرى. طبعا مارديكيان اللاعب المحترف في نادي آل رفاع البحريني وصاحب الهدف الأول في هذه المباراة، ومنتخبنا يبحث عن هدفه الثاني في هذه اللحظات. كرة في الجهة اليمنى محمد فارس، لكن المدافع الماليزي محمد عزمي موجود ويبعد الكرة من جديد. طبعا المنتخب الماليزي يكتفي بالدور الدفاعي في لقاء اليوم، يكتفي المنتخب الماليزي بالدور الدفاعي بينما منتخبنا يتسيد أجواء هذا اللقاء وفي طريقه لتسجيل أهداف أخرى. لمسات قصيرة، عمر السومة الذي دخل يعني مع انطلاقة الشوط الثاني، وبالتأكيد أعطى مزيد من الحلول الهجومية لمنتخب سوريا، لكن كرة مقطوعة ترتد عكسية، الحذر واجب من مثل هذه الكرات. أحمد الصالح موجود صمام أمان في دفاع المنتخب السوري، ينقل لعب سريعا إلى محمد فارس الذي يغير مكانه في الناحية اليمنى، وكرة بينية ذكية من محمد فارس، لكن دفاع الماليزي يتوقعها ويقطعها لتعود المحاولة مرة أخرى في وسط الملعب بهذه الكرة الطويلة لأحمد علي، لكن كرة تتجاوز الخط الجانبي وتتحول إلى رمي التماس لمصلحة المنتخب السوري. طبعا يعني مع خروج الجويد ودخول السومة، محمد فارس غير مكانه، انتقل إلى الناحية اليمنى وزادت الكثافة الهجومية. لاحظ محمد فارس يأخذ يعني الآن دور لاعب حر، ينتقل في كافة أرجاء الملعب، محاولة انطلاق ومراوغة تأتي بخطأ بعد عرقلة واضحة لمصلحة المنتخب السوري. أتمنى أن لا تقف الأمور عند هدف وحيد، وبإمكان منتخبنا إضافة الكثير. محمود مواس لاعب ممتاز يقدم أداء كبير في لقاء اليوم كعادته في كل المباريات، كما قلت واحد من الموهوبين الكثر، لكن يجانب التوفيق حقيقة في مباراة اليوم. يعني أكثر من كرة سهلة ضاعت على محمود مواس وأهداف حقيقية أهدرها ولم يتمكن من ترجمتها اللاعب الممتاز محمود مواس. مخالفة وصافرة جديدة من حكم اللقاء، الحكم الإيراني السيد محسن تركي، وبطاقة حمراء يثار في هذه اللحظات لمدافع المنتخب الماليزي محمد ساس مدافع المنتخب الماليزي يقصى بالبطاقة الحمراء في حدود الدقيقة 53، بالتالي المنتخب الماليزي سيلعب الآن بعشرة لاعبين، هذا سيزيد يعني المهمة سهولة للمنتخب السوري المسيطر اساسا على اجواء المباراه وصاحب تقريبا يعني الضغط المتواصل على شباك الحارس محمد رسلان. اذا محمد ساس يخرج بالبطاقه الحمراء، وماليزيا ستواصل هذا اللقاء بعشره لاعبين. لاحظ هنا الكره المشتركه وهنا المخالفه الواضحه على محمد ساس، سلامات للاعبنا اعتقد كان محمد فارس، عموما سلامات والأمور مرت بخير. النتيجة في المباراة الأخرى لا زالت سلبية، هذا يعني أنه بإمكاننا التفكير الآن بحصيلة رقمية، بحصيلة تهديفية، والتمني للمنتخب البحريني بإحراز هدف يعني يخالف به التوقعات وينتصر من خلاله على المنتخب الياباني ويمنح منتخبنا أيضا فرصة تأهل المباشر. محمد فارس على التنفيذ، سبق أن سجل في شباك البحرين من مثل هذه الكرة، لكن تمر سهلة في أيدي محمد رسلان، سهل في أيدي محمد رسلان. نصل للدقيقة 10، لازال الهدف السوري وحيدا بإمضاء مارديكيان. كرة طويلة، استقبال من أحمد الصالح أمامه عبد الناصر حسن، عبد الناصر تمريرة قصيرة 10 دقائق،
فيها السيطرة لا زالت مستمرة لمصلحة منتخبنا. لحظة تسديدة كانت سهلة في مكان وقوف محمد رسلان، كرة محمد فارس يعني هي ضعيفة وسهلة، بالتالي ضاعت الفرصة على منتخبنا. إذن ماليزيا بعشر لاعبين بعد طرد مدافعها محمد ساس في حدود الدقيقة الثامنة لشوط المباراة الثاني. بينية كرة عبد الناصر حسن كانت قصيرة نوعا ما، أو كرة السومة، السومة يعني متراجع في هذه اللحظات، أعتقد أنه عليه التقدم للاستفادة من إمكانيات هذا المهاجم الرائع، يلعب دور صانع اللعب يعني ربما هذا دور أناطوا به المدرب هيثم جطل، يعني دور جديد لعمر السومة، لكن أعتقد أنه إمكانيات عمر السومة البناء الجسماني الرائع لهذا اللاعب القوي، الإمكانيات المهارية والفردية تتيح له أن يبقى كرأس حرب صريح كما يفعل الآن، وهو الموقع الأفضل لأنه قادر على التمركز، قادر على قنص الأهداف، إمكانيات كبيرة. أعتقد الأفضل أن يكون موجودا كمهاجم صريح أفضل من لعب دور صانع اللعب في وسط الميدان. المنتخب الماليزي سيجري أول تبديلاته في هذا اللقاء، والمدافع شارول سيأخذ مكان زميله نظمي. هذا النظمي يغادر وشارول يدخل أرضية الملعب طبعا لتعزيز القوة الدفاعية الماليزية بعد حالة الطرد. هذه عرضية، كرة تعود لمصلحة المنتخب السوري في عشر ركنية ملعوبة طويلة داخل منطقة الجزاء، تتهيأ خطيرة من أحمد الصالح سهلة في أيدي حارس المرمى، تسلل لم يكن موجود يعني كما طالب دفاع المنتخب الماليزي، لكن مرت الفرصة بسلام على شباك المنتخب الماليزي. هذه كرة مواس بينية عميقة جميلة خلف المدافعين، تبعها أحمد الصالح ولو نجح في تهيئة عرضية، كان هناك الدوني وزميله أيضا مارديك كلاهما متحفز للمتابعة، يعني تقريبا نلعب الآن بأربعة مهاجمين، لدينا عمر السومة البديل ولدينا مارديك صاحب الهدف وزميليه أحمد الدوني والمواس، كل هؤلاء اللاعبون قادرين على لعب دور هجومي، كل هؤلاء اللاعبين قادرين على لعب دور هجومي طبعا بالتأكيد في تشكيلة المنتخب السوري، وكلهم متميزين من الناحية الهجومية، لكن ننتظر هدف جديد. كرة ثابتة قصيرة من دعاس أو من زبيدة، طبعا الخطأ والمخالفة كانت لمحمد زبيدة في هذه اللقطة واضحة. ملعوب الكرة عبد الناصر حسن، بينية، قراءة دفاعية موفقة للاعبي المنتخب الماليزي، مزيد من التركيز، مزيد من اللعب على الأطراف أفضل يعني وأكثر قدرة، سيصبح منتخبنا على اختراق دفاعات المنتخب الماليزي لو اعتمد على الانطلاقات من الأطراف، يعني نلاحظ في هذه الدقائق هناك اعتماد على نقل الكرات في عمق الدفاع الماليزي، هذا يصعب المهمة مع فريق متكتل في الخط الخلفي، بالتالي الاعتماد على الانطلاقات على الأطراف على الجانبين أفضل لمنتخبنا. العمري إلى زبيدة، سريعة باتجاه فارس، بينية مرة أخرى كما قلت، نقل الكرات عميقة في دفاعات المنتخب الماليزي تسهل المهمة على المنتخب الماليزي وسط هذا الدفاع المتكتل، وعودة اللاعبين التسع برفقة حارس المرمى طبعا بعد طرد المدافع محمد ساس. كرة لزكريا العمري طويلة وجميلة من زكريا، المواس على الناحية اليمنى أمام فارس، لكن كرة المواس قصيرة، يستعيد الكرة الدفاع الماليزي ويرسلها سهلة لمصلحة عبد الناصر حسن، استقبال جميل، كنترول جيد من عبد الناصر حسن إلى زميله أحمد صالح، سيطرة متواصلة، أفضلية مطلقة لمصلحة منتخبنا، وتقدم بهدف وحيد لا يعكس الصورة الحقيقية لأفضلية منتخبنا على أجواء هذه المباراة، بينما مارديك ساقط على أرضية الميدان، يعني حكم اللقاء ترك إتاحة الفرصة، وبعد ذلك محمد فارس أخرج الكرة لتخرج بطاقة جديدة من جعبة حكم اللقاء للاعبي ومدافعي المنتخب الماليزي. من نصيب اللاعب الذي دخل منذ دقائق قليلة شارول المدافع الذي عوض زميله نظمي، طبعا بعد حالة الطرد أراد المدرب أونغ كيم سوي أن يستعيد يعني الحالة الدفاعية المكثفة والتوازن ربما الذي قد يفقد بطرد اللاعب محمد ساس، بالتالي شارول مع دخوله يرتكب هذه المخالفة وخطأ أو كرة تبعد من محمد فارس طبعا بعد ترك الفرصة من جانب السيد محسن تركي حكم اللقاء الحكم الإيراني. كرة طويلة، منتخب الماليزي تعامل مع اللقطة بروح رياضية ويعيد الكرة لمصلحة منتخبنا بعد إخراجها من جانب محمد فارس. ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، دائما الوقت يمضي سريعا على منتخبنا، ربع ساعة على بداية الشوط الثاني، ساعة كاملة من اللعب في هذا اللقاء حصيلتها حتى الآن هدف وحيد مبكر مع انطلاقة الشوط الثاني بتسديدة من أروع ما يكون، بتسديدة من أحلى ما شاهدنا
بيمينية قوية هزت شباك الحارس الماليزي وهزت مرمى المنتخب الماليزي عن طريقة النجم مارديك مارديكيان. بيني كرة متسرعة من جديد من محمد فارس، مطلوب الهدوء، يعني كان محمد فارس وحيدا يعني غير مضغوط عليه في الكرة الماضية، لكن كما شاهدنا تسرع في التمرير ومباشرة الكرة ضاعت وتحولت لحارس المرمى محمد رسلان حارس مرمى منتخب ماليزيا الأولمبي. طبعا هذه النتيجة تضمن لمنتخبنا المركز الثاني في هذه المجموعة، وعموما يعني سنلعب على المركز الثاني لأنه اليابان تقدم بهدفين على منتخب البحرين، بالتالي أصبح يعني أمر تصدرها للمجموعة أمر أكيد، وهذه النتيجة تخولنا بالتأكيد للعب الملحق الآسيوي، وبعد ذلك يعني إن شاء الله محاولة التأهل للعب أخيرا مع الفريق السنغالي ممثل أفريقيا على الملحق المشترك بين آسيا وأفريقيا لمعرفة الفريق الفائز بآخر البطاقات المتبقية للترشح لأولمبياد لندن. كرة جديدة خطيرة لمصلحة مارديك وفرصة لهدف جديد، كرة تمر بسلام على المرمى الماليزي، لكن يعني مارديك كان قريب من هدف ثاني شخصي وهدف ثاني لمنتخبنا، لكن كرة مارديك ضاعت وتحولت إلى ركلة مرمى في عاد مارديك. مارديكيان كان متابع من محمد عزمي وخرج لمواجهته الحارس رسلان مارديك، أرسل الكرة لوب عالي من فوق حارس المرمى لكنها تجاوزت الحارس وتجاوزت حدود ملعب اللقاء وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة محمد رسلان. ساعة من اللعب، هدف دون مقابل كما قلت، يعني عملية تأهل مباشر أصبحت بعيدة لأنه المنتخب الياباني يتقدم على نظير البحريني في ملعبه بين جماهيره بهدفين نظيفين. الآن المركز الثاني مطلوب، لكن المهم الخروج بالنتيجة الإيجابية، المهم يعني تسجيل مزيد من الأهداف لكسب مزيد من الثقة والحفاظ على نتيجة الفوز والانتصار. عموما يعني كما قلت المركز الثاني سيكون من خلاله ملحق آسيوي تلعب فيه المنتخبات الثلاثة التي تحتل المركز الثاني في مجموعاتها في نظام يعني مجموعة تقام بتجمع في فيتنام، والفائز وبطل هذه المجموعة سيلاقي السنغال لمعرفة المترشح للأولمبياد. كرات سريعة، كرات جميلة، سبيدة، فرصة خطيرة كبيرة للمنتخب السوري لكن يضيع الهدف مرة أخرى. المدافع المتقدم محمد زبيدة الذي اخترق الدفاع الماليزي بكرة ثنائية، كرة 1-2 1-2 بينه وبين عمر السومة، ضاعت عليه الفرصة، ارتبك نوعا ما، يعني ليس لديه حس الهداف لأنه لاعب مدافع، اللي تباطأ هل يسدد هل يمرر، أخيرا اتخذ القرار في زاوية ضيقة والحارس كان بالمرصاد محمد رسلان. كرات متواصلة، محاولات مستمرة والعرضية إلى خارج الملعب فيها ركنية 11 ركنية كاملة بالتأكيد، عدد كبير جدا. سلامات لمحمد زبيدة، أصيب واصطدم في الكرة الماضية لاحظونا، انطلق وبعد ذلك حاول يسدد من هذه الزاوية الضيقة، اصطدم بشكل غير مقصود بالمدافع شارول. سلامات لمحمد زبيدة، ركنية تنفذ، يعني هناك علامة استفهام على هذه الركنيات الكثيرة التي لم تستغل، 11 ركنية لم يستغل منها أي ركلة حتى الآن. فارس عمر السومة استقبال بالصدر، لكن هناك لمسة يد واضحة على عمر السومة الموجود على مشارف منطقة الجزاء الماليزية، بالتالي ركلة حرة لمصلحة المنتخب الماليزي. لاحظ هنا اللمس باليد اليسرى من جانب عمر السومة، بالتالي هذا الفوز والانتصار سيضع منتخبنا في المركز الثاني إذا ما استمرت نتيجة انتصار المنتخب الياباني، وهذا متوقع، يعني ستصبح اليابان ب 15 نقطة، منتخبنا سيرفع الرصيد إلى 12 نقطة، هذا يعني تأهل اليابان مباشرة وتأهل منتخبنا لخوض الملحق، والفرصة يعني ستبقى موجودة وستبقى كبيرة لمصلحة نسور قاسيون، لمصلحة نسور المنتخب السوري في اجتياز الملحق الآسيوي، وأيضا في منافسة المنتخب السنغالي واجتيازه من أجل التأهل لأولمبياد لندن 2012 في الصيف القادم. طبعا 16 منتخب من قارات العالم الخمس ستتنافس في منافسات أولمبياد لندن في هذه المنافسة العالمية الكبرى. انطلاقة للمنتخب السوري، تمريرة سريعة، مواس في الناحية اليمنى، محمود عرضية جميلة باتجاه مارديك والدفاع كاد أن يخطئ الطريق، لكن محمد سعيدان يحول الكرة إلى ركنية جديدة مع استعداد للنجم نصوح النكدلي للدخول إلى أرضية الميدان.
نصوح النكدلي مهاجم جديد يريد أن ينضم إلى القافلة الموجودة في أرضية الملعب من جانب لاعبي منتخبنا. مواس عرضية في القائم الأول قبل أن تخرج، مواس يتابعها، محمود مواس طلب الكرة داخل منطقة الجزاء، مارديك على الطائر من اللمسة الأولى، مارديكيان يصوب لكن كرته أيضا جانبية. مارديكيان المحترف في نادي الرفاعة البحريني يسدد على الطائر لكن كرة تمر جانبية. كما قلت يعني قبل المباراة كان هناك تصريح لافت وبارز لأحمد صالح أنه كثير من العقود الاحترافية تنهال على اللاعبين وعلى نجوم المنتخب السوري بالمناسبة، لكن قال كل اللاعبين لا يفكرون إلا بمصلحة المنتخب، إلا بفوز وانتصار المنتخب وتأهله وبلوغه للنهاية الأولمبية. وبالمناسبة يعني هذه العروض التي تأتي كلها ستكون أكثر وأكبر لو كانت تأهل الأولمبياد. أمامية خطيرة، فرصة جديدة لهدف جديد، كرة من محمد فارس، الدوني في الناحية اليسرى يعيد الكرة وفرصة هدف جديد تضيع على منتخبنا. يعني فرص تضيع بالجملة، فرص على مبدأ أمور لا تصدق، تضيع بطريقة غريبة على لاعبي المنتخب السوري أمام شباك محمد رسلان. إذن نصوح نكدلي في طريقه لزيادة الضغط الهجومي، لزيادة فرصة تسجيل أهداف سورية في هذا اللقاء. عرضية مثالية جاءت بهدوء كبير من جانب اللاعب أحمد الدوني إلى زميله مارديك. مارديكيان صاحب الهدف الوحيد لكن الكرة اصطدمت بالدفاع. إذن أحمد الدوني يخرج ويغادر أرضية الملعب كتبديل ثاني للمنتخب السوري ودخول زميله نصوح نكدلي. خروج لاعب مميز ودخول لاعب مميز أيضا، وكما قلت الأسماء كثيرة والفرص كبيرة دائما للمدرب السيد هيثم جطل للاستعانة بمقعد البدلاء. لاعبين متميزين يعني جدا يدخلان في شوط المباراة الثاني سواء عمر السومة أو نصوح نكدلي، كلاهما لاعب مميز، كلاهما لاعب صاحب مستقبل كبير. بالتالي تستمر النتيجة هدف دون مقابل. أعتقد يعني المباراة لو لعبت ربما بظروف أخرى كان فيها المنتخب السوري مثلا مرتاحا من خلال يعني عدم البحث عن نتيجة كبيرة أو عدم التفكير يعني المباراة الأخرى، وطبعا هذه الحسابات انتهت، لكن اللاعبون ربما لا يدركون ذلك لأنه المنتخب الياباني كما قلنا يعني تقدم في مباراته ويعني أصبح أمر العودة البحرينية بنتيجة المباراة الأخرى أمر صعب وصعب جدا على المنتخب البحريني. كرة طويلة، فرصة كبيرة، مارديك من جديد، مارديك بهدوء يزور الشباك مرة أخرى بفنيات عالية جدا بمهارات كبيرة جدا. مارديكيان للمرة الثانية في هذا اللقاء يسجل ثنائية شخصية أيضا للمرة الثانية في هذه المنافسات بعد الثنائية في الشباك البحرينية. الآن يأتي الدور على شباك محمد رسلان الماليزية لاستقبال ثنائية شخصية من الفنان مارديكيان. مواجهة هادئة واثقة مع الحارس محمد رسلان، تشيب بسيط بذكاء بهدوء بعد استقبال بالرأس كان من مارديك، يحول الكرة إلى الشباك. لاحظ هنا استقبل بالرأس، روض ثم هيأ وسدد بشكل رائع بكل ذكاء بكل مهارة سورية. ينجح هذا النسر المتألق مارديكيان في إضافة الهدف الثاني الشخصي له في هذا اللقاء والهدف الثاني لمصلحة منتخبنا. هدفين نظيفين، نتيجة أكثر من منطقية لمصلحة نسور قاسيون على حساب المنتخب الماليزي. هدفين نظيفين إذن لمنتخب سوريا بعد مرور 69 دقيقة تقريبا. في الدقيقة 24 يأتي الهدف الثاني عن طريق مارديكيان من جديد، بينما كان هناك دخول للاعب المنتخب الماليزي كبديل ثاني اللاعب محمد هشام أخذ مكانه على أرضية الميدان. بالتالي كل منتخب يعني يحتفظ بورقة ثالثة وأخيرة وبديل أخير متبقي في هذه المباراة. إذن سوريا تقدم بهدفين نظيفين واليابان على البحرين بنفس النتيجة تقدم بهدفين نظيفين. الصورة باتت واضح في هذه المجموعة لكن ننتظر مزيد من التألق والإبداع والأهداف لمصلحة منتخبنا في شباك المنتخب الماليزي. كرة سريعة لمحمد فارس على الناحية اليسرى، دائما كرات المنتخب السوري في هذه اللحظات كلها هي مشاريع أهداف، كلها تهدد مرمى وشباك محمد رسلان. لماذا بحثنا على الهدف المبكر في الشوط الأول؟ لأنه توقعنا أنه سيفتح الطريق إلى شباك المنتخب الماليزي وسيجعل اللاعبين أكثر راحة وهدوء، لكن الهدف تأخر وأخيرا جاء وكان هناك يعني حصيلة حتى الآن ثنائية لمارديكيان
بإبداع بفنيات عالية. كل هدف أجمل من الثاني، يعني هذه عرضية فيها فرصة كبيرة، لكن عرضية المواس تحول مرة أخرى خارج الملعب إلى ركنية جديدة. ركنية جديدة، 14 ركلة ركنية للمنتخب السوري، 6 في شوط المباراة الأول، وحتى الآن 8 ركلات ركنية في ظرف 25 دقيقة. هذا دليل على الضغط الهائل الذي يمارسه نسور المنتخب السوري. هنا الحصيلة 10 ركنيات، لكن حقيقة يعني بإحصاء شخصي 14 ركنية للمنتخب السوري. عموما كرة لدعاس، سريعة النقلات، جميل اللمسات، والمواس كرته خارج الملعب طلبها يعني محمد فارس. المواس لم يشاهد محمد فارس، بالتالي ضاعت وطالت وتحولت خارج الملعب مع تبديل ثالث وأخير عمر خربين في طريقه إلى أرضية الميدان. عمر خربين إذن إلى أرضية الملعب، آخر التبديلات السورية في هذا اللقاء، آخر بدلاء السيد محمد جطل عوضا عن محمد زبيدة الذي ربما أصيب. سلامات لزبيدة في لقطة سابقة، لكن أعتقد أنه وضعية جيدة لمحمد زبيدة إذن. ودخول زميله عمر خربين، يعني إخراج مدافع وإدخال مدافع آخر من جانب لاعبي المنتخب السوري. هذه الكرة طويلة، فرصة كبيرة لهدف جديد، والمواس يصوب، لكن حارس المرمى الذي يقبل هدف من المواس يتألق ويتصدى، يتألق لكل كرات المواس، يتصدى لهذا اللاعب الغير محظوظ في مباراة اليوم. محمود مواس بذل جهد كبير، لكن في بعض الأحيان تكون يعني المباراة ليست مباراة اللعب، ويبدو أنه محمود مواس اليوم ليست مباراته. وإصرار كبير وفرص كثيرة، وحارس المرمى يعني يتألق في كل مرة يجد فيها محمود مواس أمامه، لكن لازال مصر محمود مواس على التسجيل. عموما كرة للسومة، السومة في وضعية تسلل، 70 دقيقة أو 72 دقيقة مرت في عمر اللقاء. هدفين نظيفين للمنتخب السوري، هي حصيلة سجلت في شوط المباراة الثاني حتى الآن في الدقائق التي مرت من عمر الشوط الثاني، بصاروخية وتسديدة قوية مع انطلاقة هذا الشوط للهداف الشاب مارديك مارديكيان، للموهوب مارديك مارديكيان، ثم هدف ثاني بتوقيع وأمضاء نفس النجم بذكاء كبير بانفراد في مواجهة ناجحة مع هذا الحارس، وكرة فنية ولقطة استعراضية تجاوز من خلالها للمرة الثانية الحارس محمد رسلان، وسجل هدفين حتى الآن لمصلحة منتخبنا، بينما فرص كثيرة يعني حدث ولا حرج عن الفرص التي ضاعت والتي أهدرت من جانب نجوم منتخبنا في لقاء اليوم. لكن الأهم أن النتيجة الإيجابية تحققت وعودة الثقة من جديد بعد الخسارة يعني التي لم تكن منتظرة من محبي ومتابعي وعشاق هذا المنتخب الأولمبي السوري. رابط التماس، كرة سريعة لمصلحة منتخبنا، فيها فرصة جديدة، وكما قلت كل الكرات هي مشاريع أهداف وفرص لمنتخبنا. محاولة لازالت قائمة، محمد فارس يسدد، والدفاع من قلب المرمى من أمام المرمى يتدخل ويبعد الهدف، كرة لهدف محقق لمصلحة منتخبنا. إذن كرة جديدة كانت لهدف ثالث، لكن ضاعت مرة أخرى. كل الكرات، كل الهجمات والانطلاقات السورية على شباك الحارس الماليزي محمد رسلان هي مشاريع أهداف، لكن للأسف أغلبها ضاع. حظ الإعادة مرة أخرى، مارديكيان هاري الكرة داخل منطقة الجزاء، البديل محمد هشام أخفق في إبعاد اللقطة، محمد فارس سددها والدفاع عاد وأبعدها، لتتهيأ مرة أخرى للمواس وتستقر أخيرا بين أيدي الحارس محمد رسلان الذي كان تحت الضغط طوال دقائق هذا اللقاء، وخاصة في الدقائق التي مرت من عمر الشوط الثاني. نقترب طبعا من الدقيقة 30 من نصف ساعة من اللعب في أجواء الشوط الثاني. لازالت فيه الأفضلية السورية بهدفين نظيفين. سلامات محمد رسلان حارس مرمى المنتخب الماليزي، يعالج على أرضية الملعب. نقترب من آخر ربع ساعة، نلعب الآن في الدقيقة 30، وهذه آخر الفرص واللمحات، ويعني كرة على أكثر من مرة، على أكثر من مرحلة تهيأت أمام لاعبي المنتخب السوري، لكن ضاعت وبقيت النتيجة كما نتابعها كما نشاهدها. هدفين نظيفين لمصلحة منتخبنا على حساب منتخب ماليزيا. محمد رسلان يستعيد الكرة مرة أخرى، محمد رسلان يأخذ كامل وقته، يدرك تماما بأنه يعني كل دقيقة تمر هي من مصلحته، لأنه الضغط متواصل والمحاولات مستمرة من جانب نسور قاسيون الشابة على مرمى وشباك المنتخب الماليزي. كرة مصلحة منتخبنا،
ملعوب الطويل انطلاقه في الناحية اليسرى، لكن محمد فارس موجود في وضعية التسلل. محمد فارس إذن موجود في وضعية التسلل. ونذكر دائما بنتيجة لقاء آخر، تقدم اليابان على البحرين بذات هذه النتيجة بهدفين نظيفين، هذا هو عمر سوما محترف المنتخب السوري الأولمبي، محترف نادي القادسية الكويتي. مجموعة من اللاعبين المحترفين والمجموعة الأخرى تنتظر الاحتراف، لدينا يعني ياسر شاهين محترف في البحرين، وكذلك مارديك مارتكيان صاحب الهدفين، وعمر السومة كما قلت يعني الكل قادر على الاحتراف والظهور بصورة متميزة بالنسبة للاعبي هذا المنتخب الممتاز، المنتخب السوري الذي نتمنى أن يحافظ عليه، نتمنى أن تستمر يعني المحافظة على هذا المنتخب والاهتمام به، لأنه منتخب قادر على تشريف الكرة السورية في المحافل القادمة في السنوات القادمة. كرة طويلة سهلة تماما لمصلحة إبراهيم عالمي. إبراهيم عالمي يلعب كرة طويلة، انطلاقة ثلاث لاعبين، كرة تعود من جديد في وسط الميدان، محمد فارس، لمسات سريعة بين لاعبي المنتخب السوري، كرة على الناحية اليسرى، مواس يعيدها باتجاه البديل آخر البدلاء في هذا اللقاء لمنتخب سوري عمر خربين، لكن كرة مقطوعة أيضا من أمام مارديك، تتحول عكسية المنتخب الماليزي، لا حول ولا قوة ولا أي محاولة باتجاه مرمى المنتخب السوري في هذا الشوط الثاني. عموما في يعني كل اللقاء لم نشاهد فرص أو محاولات تذكر للمنتخب الماليزي، لكن ربما مع بداية الشوط الأول كان هناك بعض محاولات الانطلاق والتقدم من جانب لاعبي منتخب ماليزيا، اختفت تماما، بل يعني لم نشاهد أي تقدم يذكر للمنتخب الماليزي في شوط المباراة الثاني، ولا حتى محاولة تقدم إلى خط الهجوم. كرة مشتركة، خطأ على زكريا العمري لمصلحة اللاعب أحمد علي في وسط ملعب المنتخب السوري. كرة ثابتة للمنتخب الماليزي، ملعوبة طويلة، محمد عزمي، كرة أمامية فيها رأسية، تدخل من عمر خربين، جاء عمر السومة، استقبال رائع، ترويض ممتاز، لكن البينية لم تكن دقيقة من عمر السومة، يستعيد الكرة المنتخب الماليزي مرة أخرى، هذه محاولة للتقدم من جانب المنتخب الماليزي، كرة عن طريق اللاعب بن ممات سريعة في الناحية اليمنى، ودفاع منتخبنا يتدخل على هذه الكرة اللي بعدها إلى ركنية، هي الثانية لمنتخب ماليزيا في لقاء اليوم، تالي حصل يعني في الشوط الأول على ركنية وهو يحصل على ركنية جديدة في الشوط الثاني. المباراة تقترب من نهايتها، الشوط الثاني يعني يقترب من آخر 10 دقائق، بينما ركنية كما قلت ثانية لمنتخب ماليزيا في هذا اللقاء والأولى في شوط المباراة الثاني، مقابل رصيد هائل من الركنيات لمنتخبنا لكن لم يستغل حتى الآن في مباراة اليوم. أحمد علي ساقط على أرضية الملعب، يعني يتمنى منتخبنا وتتمنى جماهيرها السورية أن تعود الذاكرة ويستعيد المنتخب السوري فرصة المشاركة مرة أخرى في الأولمبياد بعد التأهل الوحيد إلى أولمبياد موسكو 80. أتمنى أن أتأهل من جديد إلى الأولمبياد في لندن في عاصمة الضباب 2012. كرة فيها عودة للخلف من جانب المنتخب الماليزي، محاول لكن أحمد الصالح موجود، شارول على الجهة اليسرى أمام مواس، والكرة خارج الملعب لمصلحة شارول لمصلحة المنتخب الماليزي، رمي التماس. 79 دقيقة مرت، بالتالي 34 دقيقة من اللعب في عمر الشوط الثاني، آخر 11 دقيقة من الوقت الأصلي الكامل في هذا اللقاء. هدفين لمنتخب سوريا الأولمبي، لا شيء للمنتخب الماليزي، التوقيع والإمضاء لنفس اللاعب لنفس النجم مارديك مارتكيان. عبد الناصر حسن، كرة قصيرة، أحمد الصالح أمام عمر خربين، بالفعل تميرها إلى خربين، سريعة نكدلي نصوح، واحد من بدلاء الشوط الثاني. كرة وانطلاقة مارديك على الناحية اليسرى، فيها خطورة لمصلحة منتخبنا مارديك، محمد فارس كرة 1-2 ناجحة ممتازة، والعرضية باتجاه السومة رائعة، عمل جماعي وجملة تكتيكية في غاية الروعة مع مهارات فردية وإبداع ولقطات فنية ينهيها عمر السومة، الهداف الذي دخل كبديل في شوط المباراة الثاني، يستفيد من مجهود زملائه
من المجهود الكبير من مارديك مارديكيان ومن محمد فارس، وبعد ذلك تأتي العرضية. لاحظ هنا لا وجود لأي أنانية كان بين اللاعبين، مارديك وجد زميله عمر السومة في المكان الصحيح في المكان السليم أمام شباك خالية وبدون صعوبات كبيرة. المتألق الرائع عمر السومة يضيف الهدف الثالث لمصلحة منتخبنا في شباك المنتخب الماليزي. لاحظ الإعادة مرة أخرى، كرة ودو كانت ناجحة بين السومة بل بين محمد فارس وزميله مارديك، وبعد ذلك مارديكيان هيئ الكرة قشرها لعمر السومة الموجود في المكان الصحيح وبدوره سجلها في الشباك الماليزية الخالية، هدف ثالث لمصلحة منتخبنا. منتخبنا يظهر وجهه الهجومي الحقيقي في شوط المباراة الثاني. عمل جماعي جميل ينتهي ويتوج بهدف جميل. أقل من 10 دقائق متبقية، 9 دقائق تقريبا. السومة ينطلق، تدخل والكرة تعود سورية مرة أخرى. طبعا عمر السومة يسجل هدفه الثاني في هذه التصفيات بعد الهدف الرائع الذي سجله في طوكيو في شباك المنتخب الياباني بمجهود فردي كبير، واحد من أجمل الأهداف في هذه التصفيات. طبعا أهداف كثيرة جميلة لمنتخبنا شاهدناها وتابعناها، منها هدفي مارديك في لقاء اليوم وهدف السومة، كل هدف بطعم بلون بشكل، أهداف من مجهود فردي، أهداف من كرات جماعية. بالتالي هذا المطلوب من منتخبنا، اللعب بهذه النفسية بهذا الهدوء وبهذه الأريحية تأكيد تتيح له المنافسة الحقيقية على بطاقة التأهل والترشح الأولمبية خلال الملحق الآن. بعد يعني كما قلنا يعني فوز المنتخب الياباني حتى الآن على المنتخب البحريني نتيجة مرشحة للاستمرار حتى النهاية. كرة طويلة من أحمد الصالح، عمر السومة مقطوع الكرة من أمامه آخر الدقائق، 82 دقيقة مرت، 8 دقائق متبقية في عمر المباراة في وقت الأصل الكامل. العمري في وسط الميدان، زكريا كرة جميلة للسومة، تمويه ومراوغة جسدية كانت من عمر السومة يحصل من خلالها على خطأ، مخالفة في مواجهة المرمى تقريبا يعني على مسافة مقبولة. لاحظ بينية من زكريا ثم التمويه والاستلام كما قلنا بمراوغة جسدية ذكية رشيقة وجميلة من عمر السومة، عرقلة وخطأ لمصلحة منتخب سوريا الأولمبي. محمد رسلان بين أخشاب مرماه يوجه مدافعيه وحائط الصد ويريد أن يتجنب هدف جديد، هدف رابع قد يسكن الشباك الماليزية في هذه اللحظات. عمر السومة يسدد، عمر السومة لكن في أحضان محمد رسلان. يمتاز عمر السومة بالتصويبات القوية وبالمهارات الفردية وبالبنية الجسدية، بالتالي لعب رائع، لكن هذه التسديدة جاءت في أحضان الحارس محمد رسلان. تبقى النتيجة 3 أهداف نظيفة، نتيجة منطقية بالتأكيد لمصلحة منتخبنا على حساب منتخب ماليزيا، يعني بين قوسين طبعا دائما. مع كل الاحترام للمنتخب الماليزي ومنتخب متواضع ظهر في هذه التصفيات كأسوأ المنتخبات على الإطلاق، أكثر من تلقى الأهداف، الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي نقطة، هذا شيء يعني لا نتغافل عنه. لكن منتخبنا بغض النظر قدم عرض طيب، انطلاقة في الناحية اليمنى، مصلحة المنتخب الماليزي، كرة مشتركة وهناك خطأ، هناك مخالفة يشير إليها حاكم اللقاء لمصلحة المنتخب الماليزي. الكرة على حدود منطقة الجزاء، واضح مكان يعني وقوف حاكم المباراة سيد محسن تركي. الكرة كانت بين نصوح نقدلي وبين محمد هشام وكلاهما دخل بديل في شوط المباراة الثاني. نصوح نقدلي أيضا واحد من النجوم المتميزة في تشكيلة المنتخب السوري الأولمبي. أولمبياد لندن لا زال الطريق إليها صعبا لكنه ليس مستحيل، والمنتخب السوري قادر على اجتياز الملحق الآسيوي وأيضا قادر على اجتياز منتخب السنغال المنتخب الأفريقي الصعب. لكن منتخبنا إمكانياته ومهارة لاعبيه وكفاءة لاعبيه قادر على اجتياز هذه العقبات. هنا حالة تسلل على مارديك مارديكيان، مارديكيان كان موجود في وضعية التسلل كما قلت، يعني منتخبنا بمهارة لاعبيه بقوة عزيمة نسوره قادر منتخبنا على اجتياز العقبة القادمة وهي الملحق الآسيوي وبعد ذلك لقاء المنتخب السنغالي، يعني إن شاء الله إذا تسن له تصدر الملحق إن شاء الله فوز أيضا على المنتخب السنغالي وبلوغ الأولمبياد. نسور قاسيون
يحاولون التحليق في السماء الأولمبية في عاصمة الضباب، في مدينة الضباب في العاصمة الإنجليزية لندن في الصيف القادم. كرة طويلة بعيدة جدا عن عمر السومة وعن محمد فارس، كرة كانت أطول من اللازم بالتالي خارج الملعب. عموما أقل من 5 دقائق متبقية في عمر الوقت الأصلي، وهنا المنتخب الماليزي سيستنفذ بدوره التبديلات. اللاعب روزيمي سيأخذ مكانه في أرضية الملعب، هو آخر بدلاء المنتخب الماليزي سيكون اللاعب روزيمي. كرة من جديد لمصلحة المنتخب السوري المواصل الضغط والمصر على الضغط حتى النهاية، يريد يعني زيادة الغلة وتوسيع الفارق خلال الدقائق القليلة المتبقية. لكن منتخب ماليزيا في هذه اللحظات يحاول أن ينطلق بالمرتدات ويحاول أن يستغل الفراغات الكبيرة الموجودة طبعا في دفاع المنتخب السوري، نظرا لتقدم أغلب اللاعبين، نظرا للاندفاع الكبير الذي يلعب به المنتخب السوري باتجاه منطقة الجزاء الماليزية في هذا اللقاء. إذن روزيمي عوضا عن أحمد علي، التبديل الثالث والأخير للمنتخب الماليزي. الآن كلا المنتخبين استنفذ التبديلات، كلا المدربين استنفذ الأوراق كاملة من مقعد البدلاء. السيد هيثم شطل أنهى تبديلاته الثلاثة، دخل عمر السومة، نصوح نقدلي وعمر خربين على التوالي في هذا اللقاء في شوط المباراة الثاني انطلاقا من بداية الشوط. وطبعا يعني التبديلات كانت موفقة ومنتخبنا تقدم بثلاثة أهداف، ثلاثة أهداف نظيفة، كان لابد يعني من التقدم في هذا اللقاء. ولكرة وفرصة هي الأخطر للمنتخب الماليزي، فرصة أولى هي الأخطر لمصلحة الكابتن سراني. تحول كرة لركنية جديدة، تبقى خطيرة ماليزية، التركيز مطلوب حتى اللحظات الأخيرة، وعدم استقبال الأهداف مطلوب. يعني هذه الكرات كلها دروس لمنتخبنا. لاحظ يعني وجود محمد فارس على القائم الأيسر هو الذي أنقذ مرمى إبراهيم عالم من هدف ماليزي محقق في الفرصة الأخطر والفرصة الوحيدة للمنتخب الماليزي في لقاء اليوم. عمر السومة إلى عمر خربين، طبعا النتيجة أصبحت مضمونة منذ زمن، يعني تسجيل الهدف الثاني أصبحت النتيجة مضمونة، لكن يحاول منتخبنا أن ينهي هذه المباراة بهدف جديد يفرح به الجمهور الحاضر والجمهور المتابع لمنتخب سوريا الأولمبي، يفرح به عشاق المنتخب السوري مع نهاية هذا اللقاء. فرصة جديدة لمنتخبنا، محاولة تسديد على مشارف منطقة الجزاء، لكن الدفاع الماليزي يتدخل في بعض الأحيان، يعني كثرة الحماس أو الحماس الطاغي على أداء كثير من اللاعبين يضيع بعض الفرص المحاولات. شاهدنا ربما 4 لاعبين أمام الكرة الماضية، الكل يعني يبحث من سيسدد من سيحاول، بالتالي ضاعت الفرصة. تعود المحاولة زكريا العمري، السومة في وسط الملعب، السومة يراوغ يمر من اللاعبين، عمر السومة، نظرة من عمر السومة لزملائه في خط المقدمة، سريعة الكرة وجميلة جدا، مارديك يهيئها، فرصة كبيرة سورية، فرصة هدف جديد، مراوغة رائعة والتسديدة ضعيفة وسهلة. نقلات ولمسات ومجموعة من الكرات الجميلة، لكن أخيرا الكرة تضيع على منتخبنا، يتحول سالف في أيدي الحارس الماليزي محمد رسلان. سجلنا 3 أهداف في شوط المباراة الثاني في لقاء اليوم، النتيجة المسجلة حتى الآن في هذه المباراة، لكن أعتقد أنه أضعنا يعني أضعاف هذا الرقم، أضعنا أهداف كثيرة، لكن في النهاية يعني بما أنه الأمور ستذهب إلى الملحق ففارق الأهداف لم يعد أمرا يعني مهما لمنتخبنا في هذه المجموعة. كرة ومحاولة جديدة، المنتخب الماليزي يستفيق في آخر اللحظات، علو يفعل شيء، علو يخرج بهدف شرفي من هذا اللقاء، لكن الكرة طالت على سراني وتحولت خارج الملعب مع الدقيقة 90، الدقيقة الأخيرة في عمر الشوط الثاني في عمر هذه المواجهة. عمر خربين سريع لمحمد فارس على الجهة اليسرى، فارس بيني، تسلل موجود، تسلل على نصوح نقدلي، موجود خلف مدافعي المنتخب الماليزي. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخب ماليزيا، إذا المباراة انتهت في نتيجتها، انتهت يعني بشكل فعلي، لكن تنتظر
الإشارة الفعلية وانتهت بشكل نظري، وتنتظر النهاية الفعلية من خلال صافرة أخيرة لعاقب اللقاء محسن تركي. الوقت بدل الضائع لم يكن واضحا في الصورة الأخيرة. عموما الدقائق 90 مرت بالكامل، الوقت الأصلي انتهى بشكل كلي، وتبقى دقائق قليلة في عمر الوقت بدل الضائع ليعلن بعدها الحكم السيد محسن تركي عن فوز منتخبنا الرابع في هذه التصفيات وبلوغه الملحق الآسيوي لمواصلة المنافسة من أجل التأهل وبلوغ النهائيات الأولمبية لندن 2012، حلم مشروع بالتأكيد لجماهير الكرة السورية لعشاق نسور قاسيون، وخاصة عندما يمتلكون يعني منتخب بهذه الإمكانيات بهذه الأسماء بهذه العناصر الشابة الرائعة والمتميزة التي نتمنى لها كل التوفيق وحسن الاستعداد لمواصلة الطريق انطلاقا من الملحق الآسيوي في فيتنام، ثم بعد ذلك إن شاء الله التفوق والتألق ومواجهة السنغال للوصول بعد ذلك إلى الأولمبياد 2012. كرة في الناحية اليمنى ثلاث دقائق قدرها السيد محسن تركي كوقت بدل ضائع، إذن تبقى دقيقتين فقط والمحاولات مستمرة. عمر السومة حاول أن يسدد صاروخية شديدة باتجاه الشباك الماليزية، المتابعة من محمد فارس من اللمسة الأولى، لكن كرة في الشباك الجانبية، كرة في الشباك الجانبية، إذن الحصيلة الرقمية يبدو أنها ستستقر عند ثلاثة أهداف، لأنه كما قلت حاكم المباراة السيد محسن تركي قدر الوقت بدل الضائع بثلاث دقائق، تقريبا دقيقتين على وشك النهاية، ودقيقة أخيرة، دقيقة وبضع ثواني متبقية على الصافرة النهائية لحاكم المباراة. سوريا ستحتل يعني بهذه النتيجة المركز الثاني في تصفيات هذه المجموعة الآسيوية الثالثة. طبعا أحد اللاعبين ملقى على أرضية الميدان سلامات للاعب المنتخب الماليزي، وآخر اللحظات يستنفذها المنتخب الماليزي في هذه الكرة مع إصابة اللاعب الموجود في أرضية الميدان. هنا المحاولة من جديد، والكرة التي أتت منها حالة الإصابة. طبعا اليابان هدفين نظيفين على البحرين في الصدارة 15 نقطة، منتخبنا ثلاثة أهداف دون مقابل حتى الآن على المنتخب الماليزي، والمباراة مرشحة للنهاية بهذه النتيجة. 12 نقطة في المركز الثاني المنتخب البحريني توقف رصيده عند النقطة التاسعة في المركز الثالث، وبدون رصيد من النقاط المنتخب الماليزي سيكون في ذيل هذه المجموعة في آخر هذه المجموعة. إذن ثلاث أهداف دون مقابل لمصلحة المنتخب السوري، قد تكون نتيجة نهائية لهذا اللقاء، لقاء الجولة السادسة والأخيرة في مباريات المجموعات المؤهلة لتصفيات أولمبياد لندن 2012. كرة طويلة من حارس المرمى، الحارس محمد رسلان الذي حمل أعباء هذا اللقاء مع دفاعه، مع دفاع المنتخب الماليزي في ظل سيطرة وهجمات متواصلة لنسور قاسيون، للنسور الحمراء على الشباك الماليزية مع واحدة من آخر اللقطات، لكن قبل أن يصل للكرة نصوح نقدر الكرة تبعد إلى رمي التماس لمصلحة منتخبنا. محمد فارس تمريرة على الجهة اليسرى من جديد مرة أخرى رمي التماس، كل التوفيق نتمناه فيما سيأتي من مشوار هذا الفريق المتميز منتخبنا. منتخب سوريا الذي يسدد كرة في الشباك، لكن ماذا يقول حكم اللقاء؟ يبدو أنه يلغي هذا الهدف، يلغي الهدف الرابع ويشير بنهاية هذه المباراة وهذه المواجهة، إذن بفوز المنتخب السوري على المنتخب الماليزي بثلاث أهداف دون مقابل، هي النتيجة النهائية. مبروك لمنتخب سوريا، مبروك لنسور قاسيون، مبروك لجماهير وعشاق المنتخب السوري، وإن شاء الله التوفيق في مباريات الملحق الآسيوي والتأهل إلى الأولمبياد. أحبة الكرام سعدنا بصحبتكم، نتمنى أن نلقاكم في مواعيد قادمة، حتى ذلك الحين تقبلوا مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.